بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ انا اسمي دكتور شريف الطوخي، مدرس امراض قلب في جامعه عين شمس. محاضرتنا النهارده هنتكلم عن هايلايتس على الاي سي جايد لاينز على الاتر فيبريليشن في 2020 اللي لسه نازله قريب. هنقسم محاضرتنا على جزئين عشان خاطر بس نقدر نستفيد في الكلام اللي هنقوله عشان نبين ايه الكونسبتس الجديده اللي موجوده في الاي اف جايد لاينز في الاي سي. فهنركز النهارده كلامنا عن المانجمنت والدايجنوزز بتاع الاتر فيبريليشن ان جنرال، وفي الجزء الثاني ده هيكون في محاضره منفصله هنتكلم على الاي اف سبيسيفيك سيتويشنز او سبيسيفيك بوبيليشنز بالتفصيل ساعتها، ولكن النهارده هنركز على الجنرال دايجنوزز وتريتمنت. هنقسم محاضرتنا لتوبكس عشان خاطر نقدر نبقى ماشيين بشكل اورجنايزد. اول حاجه ديفينيشن اوف اي اف في الجايد لاينز الجديده، كان الكلام بيقول ايه؟ كان الكلام طبعا ان الاي اف هي عباره عن سوبرا فنتريكولار تاكي اريزميا ويز ان كوردينيتد اترال الكتريكال اكتيفيشن اللي هو كيوتيك اترال ريذم. كلنا عارفين الكلام ده وعارفين الاي سي جي كرايتيريا عباره عن ايه. عباره عن الريجولارلي الريجولار ار ار انترفال، هارت بيبقى الريجولارلي الريجولار، وعشان كده كنا فاكرين دايما نقول ان الاي اف وانس انها بقت ريجولار نقول ان في اي في بلوك، لان المفروض الاي في نود لما هتبقى كوندكتنج هتبقى الريجولارلي الريجولار. مفيش ديستنكت ريبيتيتف بي ويف، يعني مفيش بيرزيستنت بي ويف، وكنا نقول حتى لو لقينا منظر بي ويف جايه قبل كومبلكس لكنها مش متكرره قبل كل كومبلكس اعرف ان ده بيبقى سميتد اترال اكتيفيتي، لا يعني ان في بي ويف وان ده ساينس ريذم. والريجولار اتر اكتيفيشن والاترال ريت ممكن يصل من 400 ل 600 بيت بيرمننت. ده الكرايتيريا. اهم حاجه كانت بتاكد عليها الجايد لاينز النقطه دي من النقط المهمه ان المينيمم ديوريشن الاي سي جي تريسنج في الاتر فيبريليشن هو 30 ثانيه في الكلينيكال اف، فما ينفعش حد يشوف ريذم مثلا عباره عن 5 6 سوبرا فنتريكولار اكتوبكس وجايين الريجولارلي شويه ومش شايفين ان في بي ويفز نقول عليها اتر فيبريليشن باروكسيزمال وعلى اساسها العيان دوت يتحط شاف باسك سكور. لا، لازم اتليست 30 سكندز سواء في 12 ليد سيرش اي سي جي او 1 ليد ستريب. وعشان كده كانت ستريسنج جدا الاي سي جايد لاينز ان الاي سي جي دوكيومنتيشن مهم عشان اقول ان ده كلينيكال اي اف، سواء عن طريق ستاندرد 12 ليد اي سي جي ريكوردينج او سنجل ليد اي سي جي تريسنج زي مثلا في الهولتر اي سي جي اكتر من 30 ثانيه شوينج هارت ريذم، مفيش ديسيرنبل ريبيتنج بي ويفز، يعني مفيش بيرزيستنت بي ويف، والريجولارلي الريجولار ار ار انترفال بروفايدد ان في اي في كوندكشن، ده يشخص ان دي كلينيكال اي اف. فموضوع 30 ثانيه هي كات اوف بوينت في الديوريشن عشان اشخص اتريال فيبريليشن. دي من النقط المهمه اللي كانت بتستريس عليها الجايد لاينز، وده يقول لنا ان في الهولتر ما نجيش على رن صغيره مجموعه نون ساستين رن للسوبرا فنتريكولار اكتوبكس اقول عليها باروكسيزمال اي اف وهي ما كملتش 30 ثانيه، فالنقطه ديت مهمه جدا. طبعا التوبيك اللي ملخبط ناس كتير جدا في الجايد لاينز السنه دي هو موضوع الاترال هايريت ابيسودز او اللي ساعات بنختصر على الاهري وسب كلينيكال اي اف. من الحاجات اللي كانت فيها لخبطه كتير واعتقد كانت ناس كتيره جدا قاعده نسال فيها بعضينا في الموضوع ده، فانا هحاول قدر الامكان اوضحها عن طريق قرايتي للفول تكست. كلمه اترال هايريت ابيسود بتتقال على ايه؟ هي عباره عن ايفنت ديتكتد في كاردياك امبلانتبل الكتريك ديفايس او كاردياك مونيتور. بمعنى ايه؟ مثلا عيان مركب دول شيمبر بيس ميكر، هنا طبعا انا مش بتكلم على سنجل شيمبر، دول شيمبر بيس ميكر سواء دول شيمبر بيس ميكر عادي فور برادي اريزميا او دول شيمبر اي سي تي او سي ار تي، او عيان مركب ديفايس فور مونيتورينج بيربز فقط زي اللوب ريكوردر، فممكن يبين لي ان في ايفنت كان في فيري هاي اتر ريت ان كومباريزون للفنتريكولار ريت. تمام، فلما بلاقي الابيسود دي انا مش شايف بي ويفز، انا مجرد ان انا شايف سنسد ايفنت في الاتريوم، دي بنقول عليها اتريال هاي ريت ابيسود. تمام، فده المقصود بالاتريال ريت ابيسود. وساعات بتبقى محتاجه تكون فيجوالي انسبكتد وانا اشوف الاي جي ام واشوف الريت اخباره ايه، لان ممكن في بعض الاوقات بتكون ارتفاكت نتيجه الكتروماجنتيك انترفيرنس فتديني فولس بوزيتيف ريزلت او اوفر سنسنج. تمام، فده مقصود بكلمه اترال هايريت ابيسود، ودي بتبقى في الامبلانتبل ديفايس. كلمه سب كلينيكال اي اف هي عباره عن اترال هايريت ابيسود احنا شايفين من المونيتور ان ديت موست بروبلي اترال فيبريليشن او فلاتر او اتر تاكيكارديا. تمام، او الابيسودز اللي هي ديتكتد بالمونيتورز دي او بالويرابل مونيتورز، ولكن حتى الان ملهاش دوكيومنتيشن بالاي سي جي، ولهذا ما تقالش عليها سب كلينيكال اف، لانها لو في دوكيومنتيشن بسيرفيس اي سي جي سواء 12 ليد او سنجل اي سي جي ستريب اكتر من 30 ثانيه مش هيتقال عليها سب كلينيكال، هتبقى كلينيكال لان خلاص انت كده جبت الدايجنوزس عن طريق السيرفيس اي سي جي. طبعا الريت اللي اتفق عليه في الجايد لاينز كريت ليميت عشان اقول ان دي اترال هايت ابيسود تكون اكتر من 175 بيت بير مينت، والكات اوف بوينت ديوريشن تكون على الاقل 5 دقائق. ليه بيقولوا 5 دقائق؟ عشان خاطر يقلل من الانكلوجن بتاع الارتفاكت، لان كتير جدا لو العيان اتعرض لاي الكتروماجنتيك انترفيرنس نلاقي ان في الوقت ده ظهر لي منظر ان في اي اس اي اس يعني اترال سنسنج اترال سنسنج اترال سنسنج كتيره والاتر ريت اعلى من التكلر ريت، فانت يديك ايحاء ان دي اترال هايت ابيسود وتدخلنا في الفلو شارت بتاع ان احنا ازاي نتعامل معاها.
فعشان كده حطوا كات اوف بوينت 5 دقائق. السب كلينيكال لو هي شايفين ان هي موست بروبلي اي اف بيحطوا كات اوف بوينت اقل من كده شويه، اللي هو من 10 20 ثانيه اكتر من 24 ساعه. تمام. طبعا كلمه الاتر هايت ابيسود والسب كلينيكال اي اف ساعات بيتلخبطوا مع بعض، وساعات بيبقى الموضوع كتير جدا مش فاهمين هو امتى نقول عليه اتر هايت ابيسود. هو كلهم ان جنرال في الامبلانتبل ديفايس هيتقال عليهم اتر هايت ابيسود، وبعضهم هيبقى سب كلينيكال اي اف، ولكن اتفق من الجايد لاينز ان حتى الان انا ما عنديش diagnosis او confirmation بسيرف اس جي، وعشان كده هم لم يصلوا لمرحله كلينيكال اف. فساعات كتير هتلاقوا التو تيرمز دول بيبقوا مستخدمين interchangeably، يعني ممكن كانوا بيتقصد بيهم نفس المعنى. عشان كده هنلاقي في الجايد لاين زي ما لما بيتكلم عن المانجمنت بتاع الحالات دي عاملين حاجه اسمها amalgamation للتو terminologies دول مع بعض، يعني هم بيعتبروهم كانهم one entity اهري سلاش سب كلينيكال اف، وده اللي هنشوفه في الجايد لاينز. تمام. طبعا المانجمنت بتاع الاي اف دايما هتلاقي معظم الترايلز معموله على الكلينيكال اي اف، عشان كده حتى الان مفيش كلينيكال ترايلز كتيره اتعملت على الاترال هايريت ابيسود والسب كلينيكال اي اف، فنلاقوا ان في جاب اوف ايفيدنس فيها، وان الداتا عن الاوبتيمال مانجمنت بتاعهم سواء يتحط على شاز باسك ولا لا والكلام ده كله لاكينج حتى الان. عشان كده هنلاقي ان الاي اف دايما هنقسمه هنا في الحاله بتاعتنا يا اما كلينيكال وده عليه ترايلز كتيره جدا وايفيدنس كتيره جدا للمانجمنت، وده اللي معظم كلامنا النهارده هنتكلم عنه، وفي جزء تاني اللي هو الاترال هاي ريت والسب كلينيكال اي اف. ده اشهر الجوريزم اللي الناس كتير شافته. انا دلوقتي لو لقيت ان قدامي بالديفايس زي ما احنا شايفين هنا ان في اترال هاي ريت ابيسود، لو شايفين الشانل اللي فوق فيها فيري هاي اترال ريت وريجولر، والشانل اللي تحت ريجولر كنترولد فنتريكولار ريت مفيش مشكله. لو انا قدرت ادوكيمنت بالاي سي جي ان فعلا في ابسنس اوف ديسيرنبل بي ويف ل 30 ثانيه ده خلاص كلينيكال اي اف، لكن لو ما فيش دوكيومنتيشن بالاي سي جي ده اسمه سب كلينيكال اي اف، وبالتالي انا هعتمد ان انا هدخل في المانجمنت بتاع الاتريال هارت ايبيسود وسب كلينيكال اي اف هتعامل معاهم ازاي. لكن لو كلينيكال القصه خلصت خلاص وهندخل في الفور اس والاي بي سي مانجمنت والحاجات اللي هنقولها فيما بعد. تعالوا نقسم الموضوع لشويه اسئله كده عشان نفهم منها الموضوع. اولا هل الاترال هايت ابيسود سب كلينيكال اف كومن تو بي سين؟ الاجابه نعم، في البيشنت اللي عندهم امبلانتبل ديفايس ممكن نصل ل 30 ل 70% من العيانين دول ممكن نشوف فيهم الاترال هاي ريت ابيسود، لكن في الجنرال بوبيليشن ممكن تكون اقل. بعض الناس بتفسرها ان في البيس ميكر لايبل ان العيان يدخل في اترال ريمودلنج نتيجه الهاي فنتريكولار بريشر مع الار في بيسنج والكلام ده كله، وعيانين كتير منهم بيكون عندهم ستراكشر هارت ديزيز فلايبل اصلا يدخلوا في اترال فنتريكولشن، فعشان كده هلاقي الابيسودز دي عاليه فيهم. وطبعا قلنا ان الابيسودز لو قصيره اقل من 10 20 ثانيه دي بالنسبه لنا كلينيكالي ايرليفنت عشان ممكن تكون ارتفاكت. طب هاو ماتش از ذا كورليشن بتوين الاترال هاي ريت ابيسود سب كلينيكال اف والكلينيكال اي اف؟ الكلينيكال اي اف هنلاقي ان في كل 5 أو 6 عيانين عندهم اترال هاي ريت ابيسود منهم واحد ممكن يدخل في اي اف خلال 2.5 سنين، ده عن طريق الترايلز اللي بينت الكلام ده. وعشان كده الديتكشن بتاع الاترال هاي ريت ابيسود والسب كلينيكال اي اف مهم جدا، لان منهم عيانين هيقلبوا باترال فيبريليشن وبالتالي يستحقوا تو بي مانج بروبرلي، خاصه فيما يتعلق بجزء الانتي كواجيليشن عشان اعمل بريفنشن للستروك. سؤال ثالث، هل الاترال هاي ريت ابيسود والسب كلينيكال اي اف associated with increased risk of stroke؟ يعني هل هم فعلا ممكن يزودوا risk of stroke؟ الاجابه ان اللونج ابيسودز من الاترال هاي ريت والسب كلينيكال اي اف بتبقى associated بانكريز ريسك ان هو يقلب بكلينيكال اي اف، وبالتالي increased risk of ischemic stroke, increased risk of major adverse cardiac event, increased risk of cardiovascular death، لان هو already في risk انه يديفلوب AF اكتر من العين اللي ما جالوش. But the absolute risk of stroke اللي جاي معاهم هو ممكن يكون اقل من clinical AF. يعني ايه الكلام ده؟ يعني subclinical AF او الاترال هايت ابيسود risk انه واحد من كل 5 عيانين هيقلب بي frank او clinical AF، وطالما قلب AF بقى في risk of stroke. ولكن لو قارنت عيان عنده subclinical AF وما عنديش اي سي جي دوكيومنتيشن حتى الان بعيان كلينيكال وفي اي سي جي دوكيومنتيشن واضح، الريسك اوف ستروك في العيان اللي عنده كلينيكال اف اعلى بكتير. عشان كده نتيجه ان مفيش تمبرال كورليشن للاكيوت ستروك مع الاترال هايريت ابيسود والسب كلينيكال اف، هنلاقي لغايه دلوقتي ان بيعتبروها هي ريسك ماركر او ماركر فور ستروك مش ريسك فاكتور صريح يزود الريسك اوف ستروك. فبالتالي نقدر نقول ان في سام كورليشن ما بينهم، مش التمبرال سترونج كورليشن، ولكن بسبب انها في ريسك اوف ديفلوبمنت اوف اترال فيبريليشن فممكن نقول ان في ريسك اوف ستروك. شود وي يوز اورال انتي كواجليشن ثيرابي مع الاترال هايريت ابيسود؟ ما احنا طالما بنقول ان هي ريسك ماركر للستروك، هل نحتاج؟ حتى الان الايفيدنس ان سفيشنت ان انا اقول ان انا استخدم روتين اورال انتي كواجليشن ويلا حطهم على انشاز فاسك سكور.
ولكن بعض العيانين اللي عندهم لونج ديوريشن زي مثلا اكتر من 24 ساعه اترال هايرت ابيسود وعندهم الريسك اوف ستروك عالي عن طريق تشاس باسك سكور، دول ممكن اقول ان انا اكونسيدر ان العيانين دول ممكن يستفيدوا من الاورال انتي كواجليشن، بالذات كل ما البردن بتاع الاي اف بيزيد، لان كده هو الريسك اوف ستروك عالي لو العيان ده كان فعلا اي اف، بس انا مش قادر اعمل دوكيومنتيشن بالاي سي جي عشان اقول ده كلينيكال اي اف. عشان كده ده الالجوريزم ده هنلاقي على السهم اللي جاي هوريزونتال ده عباره عن الريسك اوف ستروك اللي هو بيزيد كل ما بنروح ناحيه اليمين، السهم الفيرتيكال اللي نازل لتحت ده عباره عن البردن بتاع الاترال هايرت ابيسود والسب كلينيكال اي اف اكوردنجلي الديوريشن بتاعه. هنلاقي ان كل ما الديوريشن بتزيد تمام هنلاقي ان دوت بيخليني اكتر ان انا افكر ان ممكن يكون في ريسك ان العيان ده يقلب كلينيكال اي اف. فبالتالي لو العيان كان short episodes very short تمام ورير انها تحصل بس هي detected في device والتشاس باسك بتاعه قليل، يعني مثلا هو ميل والتشاس باسك 0 او هي في ميل والتشاس باسك 1 بعتبره innocent bystander، ولغاية حتى التشاس باسك 1 في الميل و2 في الفيميلز بعتبره innocent bystander. لما بيكون التشاس باسك بتاعه عالي يعني 2 فيما فوق في الميلز 3 فيما فوق في الفيميلز ببتدي اقول ان لازم اوبزرف العيان ده واعمل له monitoring لانه عنده ريسك انه يقلب بكلينيكال AF، ولو قلب بكلينيكال AF هعتبره at risk of stroke. طيب لو ديوريشن بقى زايده شويه لا ببتدي بقى ايه اخد بالي من العيان ده اكتر، لو في هاي بيردن اوف اترال هايرت ابيسود وسب كلينيكال اي اف ساعتها اقول لا ده العيان ده عنده بيردن عالي من الاترال هايرت ابيسود، وبالتالي اقول العيان ده احتمال اعلى انه يقلب اتر فيبريليشن، لان لما بتجيله الابيسود دي بتجيله طويله ممكن تقعد معاه فوق ال 24 ساعه كمان، فبالتالي ابدا اقول ان العيان ده فيه ريسك وابدا افكر. لو بقى التو فاكتورز اجتمعوا مع بعض بمعنى ان هنا لقيت ان البيشنت عنده ديوريشن طويله من الاترال هايرت ابيسود والسب كلينيكال اي اف وفي نفس الوقت تشاس باسك بتاعه عالي 2 فيما فوق في الفيميلز او 3 فيما فوق في الفيميلز، لا انا هنا ابتدي اكونسيدر ان ممكن استخدم اورال انتي كواجليشن في العيان ده نتيجه ان هو ات ريسك اوف ستروك. تمام، فهنا فكره ان انا استخدم اورال انتي كواجليشن في حالات ممكن تضطر تستخدم فيهم، بس في كونسيدريشن لازم تتحط في الحسبان زي الديوريشن او البردن بتاع الاتر هايرت ابيسود وتشاز فاسك سكور. تمام، ولكن طبعا بسبب ضعف الترايز او قله الترايز مش هتلاقوا الكلام بشكل صالح، هو كلام هياخد على الكونسنسس في الاخر، ولكن انت عارف الفاكتورز هحطها في الماك. وبالتالي ان البيشنت حتى الان ريكومنديشنز اللي عندهم اترال هايرت ابيسود او سب كلينيكال اي اف ديتكتد بي امبلانتبل ديفايس ريكومندد ان انت تعمل كومبليت ايفالويشن بالاي سي جي عشان تحاول دوكيمنت هل عنده كلينيكال اي اف ولا لا، بتشوف الريسك فاكتورز فور ستروك، بتحسب له التشاس باسك سكور بتاعه، ولازم تعمل كونتينوس مونيتورنج وفولو اب للعيان سبيشلي بالريموت مونيتورنج ديفايس، وفي انواع كتيره موجوده ممكن مش كلها موجوده في مصر ولكن موجوده بعض منها موجود في مصر، وفي حاجات وورلد وايد كتيره تقدر تعمل ريموت مونيتورنج للموضوع ده عشان نشوف هو يقلب كلينيكال اف وفي نفس الوقت اشوف البردن بتاعه، عشان كل ما البردن يبقى عالي ده يخليني اقول ان العيان ده ريسك اكتر انه يقلب اف، يبقى البردن مهم تشاس باسك مهم والريموت مونيتورنج مهم. كده احنا اتكلمنا عن جزئيه الاترال هايرت ابيسود والسب كلينيكال اف، اتمنى اكون وضحتها قدر الامكان. الابيديميولوجي يعني اعتقد من الكلام اللي مش هنلاقي فيه كلام جديد قوي، تمام طبعا واضح ان في خريطه العالم يعني لو بصينا على مصر كجزء من قاره افريقيا نلاقي ان احنا اقل في الانسنس اقل من 600، ولكن اعتقد ممكن يكون جزء من الموضوع ده ليه علاقه بالريجستري بتاع الموضوع مش ليه علاقه بان احنا عدد الحالات اقل. ولكن طبعا اللي اتغير المره دي ان اللايف تايم ريسك فور اي اف بدل ما كان في اخر جايد لاينز من كل 4 انديفيدوالز عند سن 55 بيجي له اي اف بقت 1 في 3، يعني واحد من كل 3 اشخاص عند سن 55 سنه هيبدا يجي له اي اف، والانسنس اعلى في الميلز من الفيميلز. تمام، فممكن نقول ان الانسنس على الاي اف زاد، وارد مع الانكريز الانسنس على هارت فيلير او الستراكشر هارت ديزيز، وارد جزء منه ريجستري والدوكيومنتيشن اللي بدا يزيد في الاونه الاخيره وحتى في الديفلوبمنت كونتريز. طبعا كل دي ريسك فاكتورز للاترال فيبريليشن، اهمهم طبعا الايجنج، جيناتكس طبعا مهمه جدا، الميل اكتر من الفيميل ان هم يدخلوا في اترال فيبريليشن، ولكن الفيميلز بيبقى الريسك اوف ستروك الى حد ما اعلى من الميلز، فالميل الانسنس اعلى ولكن الفيميلز مور ريسك اوف ستروك. النون كوكيجن برضو بيبقى الريسك اعلى. الريسك فاكتورز بقى اللي محطوطه حوالينا هنلاقي ان كل دي حاجات بتزود الريسك اوف ستروك زي الفاسكولار ديزيز، الاكيوت ايلنس، فيزيكال انكتيفيتي، السليبيديميا، الاوبستراكتيف سليب ابنيا، اوبيزيتي، سي او بي دي، سي كي دي، دايابيتس، هايبرتنشن، فالفولار، كل الحاجات دي اللي هي حاجات كلها بالنسبه لنا منطقيه، والسموكينج والالكحول على فكره من الريسك فاكتورز المهمه. نتكلم دلوقتي عن الكلينيكال برزنتيشن.
بالنسبه للكلينيكال برزنتيشن وارد طبعا ان الاتريال فيبريليشن تكون اسيمتوماتيك، بدليل ان في حاجه اسمها نيوري دايجنوز اي اف، ان العيان مش حاسس ان هو عنده اي مشكله واكسنتلي ديسكفرد مثلا، سواء ان هو جاي عياده يكشف لسبب تاني خالص او داخل يعمل عمليه ان اكتشف ان هو اتريال فيبريليشن، او حد بيقيس له الضغط بالصدفه يكتشف ان الريجولار ولا يعمل اي سي جي يلاقي ان هو اتريال فيبريليشن وما نعرفش الانسر. وارد يكون العيان سيمتوماتيك سواء بالبالبيتيشن، ديسنيا، فاتيك، تشست تايتنس، poor exercise tolerance، كتير جدا من العيانين يبقى كل مشكلته بس ان هو يقول لك انا ما بقاش مجهودي زي الاول، لكن مش بيوصف specific cardiac symptoms. وارد يبقى الاي اف hemodynamically unstable، وهنا ما بقصد hemodynamically unstable انا مش بقصد بس الشوك، بقصد ان العين ممكن يكون شوك، ممكن يكون ده خايب acute heart failure، acute pulmonary edema، ongoing myocardial ischemia، symptomatic hypotension، كل ده يعني نقول ده hemodynamically unstable، يعني مش مجرد الشوك بس، او يبقى hemodynamically stable زي في معظم الحالات. تمام. طبعا الاي اف مش من الحاجات الكومن قوي انها تعمل هيمودايناميك انستابيليتي، ولكن في حاله ان العيان عنده ستراكشر هارت ديزيز زي مثلا الاند ستيج ال في ديسفانكشن او الهارت فيلير ويز بريزيرف اجكشن فراكشن، الناس اللي عندهم هايبرتروفيك كارديوميوباثي، وارد ان مع الانسر اوف اي اف يحصل هيمودايناميك انستابيليتي. طبعا الاوتكم بتاع الاي اف كتير جدا، ممكن يكون يحصل المورتاليتي مثلا بتزيد بمعدل 1.5 3.5، وتبقى ريليتد للهارت فيلير، للكوموربيديتيز، للستروك، ريسك ستروك. طبعا هو اكتر موربيديتي اللي هي مشكله مع الاي اف اللي الفي ديسفانكشن، هارت فيلير، كوجنيتيف ديكلاين، ديبريشن، كل الحاجات ديت من الحاجات المهمه اللي لازم تبقى محطوطه في الحسبان واحنا بنتكلم عن الاتريال فيبريليشن، وكل حاجه من دول بتكون ليها تفسير. وبره من الحاجات المهمه اللي بالنسبه لهم الامبيرد كواليتي اوف لايف، لان دي من الحاجات الكومن جدا بتاع الاتريال فيبريليشن، اب تو ان اكتر من 60% من العيانين بيعانوا منها، سواء نتيجه البردن بتاع الاي اف سيمتومز، الكوموربيديتيز، تاثير الميديكيشنز عليهم، الفريكوينت فيزيتس، الانتي كواجليشن اللي بياخدوها، كل ده ممكن يامبير كواليتي اوف لايف بالنسبه للعيانين، غير الهوستلايزيشن طبعا نتيجه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من الاي اف. لو العيان سيمتوماتيك انا لازم اكونفيرم ان السيمتومز دي من الاي اف مش نتيجه انالتر ايتيولوجي، لان على اساسها هحدد المانجمنت ان كنت هيبقى فوكسنج على سبيسيفيك مانجمنت اتر فيبريليشن وهعمل ريزم كنترول ولا لا، ولا السيمتومز دي ملهاش علاقه. ولو اسيمتوماتيك لازم، ودي حاجه من الحاجات الجديده اللي بتتقال في الجايد لاينز المره دي، انت از امبورتنت تو اكسكلود ا سب كونشس ادابتيشن، يعني ممكن يكون العيان قبل الاي اف كان احسن، لما دخل في AF وهو مش عارف، ما قدرش يقول الانصت على AF امتى، هو بدأ يتعود على اللو انرجي ليفل، ودي حاجة من الحاجات المهمة اللي هتفرق معنا في المانجمنت بتاع الاتر فيبريليشن، ان انا ممكن افكر ان انا اعمل ترايل اوف كارديفيرجن للعيان اللي هو حتى اسيمتوماتيك، عشان اشوف لما يرجع ساينس ريزم هل الفانكشن الكباسي بتاعته هتتحسن ولا لا، عشان كده موضوع ان هو حصل له سبكونشس ادابتيشن من الحاجات المهمة. طبعا الكلينيكال تايبس اوف AF يعني هي تقريبا فيرست دايجنوز، هو يعني تايب عام قوي لو بيقدر على الاي اف اللي هو ما كانش متشخص قبل كده، لكن احنا مش قادرين نحدد الديوريشن، ملوش علاقه بالسيفيرتي، عشان كده ما بنستخدمش الاكسبريشن ده كتير قوي. باروكسيزمال هو اللي هو الاي اف اللي بيترمينيت سبونتينيسلي وذ ليس ذان 7 دايز، سواء بانترفنشن او لوحده. بيرسيستنت قعد اكتر من 7 ايام، انكلودنج الابيسودز اللي ترمينيت بالكارديفيرجن اكتر من 7 ايام، هقول عليها برضو بيرسيستنت اتري فيبريليشن. لونج ستاندنج اللي هو اكتر من سنه، و permanent AF اللي هو الـ AF acceptable patient with physician، ان العيان ده هيحط atrial fibrillation مش هنعمل اي further attempts ان انا اعمل cardioversion او ablation او اي حاجة من الحالات دي، بالذات في العيانين اللي انا مش متوقع ان يحصل success للrhythm control نتيجة الـ atrial remodeling. في terminologies بقت abundant و guidelines بدأت تتكلم ان terminologies دي لازم تبقى يعني او يفضل انها متستخدمش بعد كده. كلمة لون AF ده من الكلمات اللي احنا كلنا بنستخدمها، مش هنضحك على بعض، ولكن هم بيعتبروها من الالفاظ القديمة اللي بتتكلم على ان كلمة لون AF اللي هو AF بيحصل في structure in normal heart ومش لاقين له سبب. هما بيرفضوا الترمينولوجي ده على اساس ان اي عيان اكيد في سبب بس هو مش detectable، فكلمة لون AF بقت من الكلمات الconfusing اللي بيحبوا ان هم يبعدوا عنها في الفترة الاخيرة. valvular و non-valvular AF من الترمينولوجيز اللي بدأت تفكر ESC انها تبعد عنها، وان هي مش من الحاجات اللي مفروض تستخدم، اللي هي فكرة ان الفالفلر بتقال عن moderate to severe mitral stenosis و زنان عن non-prostatic valve، بدأت ان الترمينولوجيز دي تتشال، رغم ان الجاين المانجمنت هو ان الفالفلر ده ما يتحش على شارباسك سكور، وده محتاج على طول anticoagulation ويكون بفيتامين كي انتاجونس مش نوك، ولكن شلوها. كلمة كرونيك اي اف صراحة هي كانت المفروض تتشال من زمان، ويعني انا نفسي من الناس ما بستخدمهاش خالص، لان كلمة كرونيك دي تعتمد على انت تعريفك لكرونيك ايه، هل كرونيك بالنسبة لك اكتر من اسبوع ولا اكتر من اسبوعين ولا شهر ولا سنة ولا سنتين ولا 20 سنة، فكلمة كرونيك هي كلمة مش دقيقة، عشان كده من الاباندنت المفروض ما تستخدمش. هنتكلم دلوقتي على حاجة جديدة او ترمينولوجي جديد في المانجمنت على الاي اف اللي هي ال 4S سكيم. ال 4S سكيم بيرمز لي اربع كلمات بحرف الاس: ستروك ريسك، سيمتوم سيفيرتي، severity of AF burden، substrate severity. ال 4S scheme هو عبارة عن diagnostic scheme، ان انا بعمل clinical assessment للعيان من اربع نواحي.
اول ناحيه بسال نفسي من ناحيه الستروك، هل العيان لو ريسك اوف ستروك يس اور نو؟ بعرف الكلام ده ازاي؟ عن طريق شات باسك سكور. تاني بارامتر سيمتوم سيفيرتي، العيان ده اسيمتوماتيك ولا سيمتوماتيك؟ طب ولو سيمتوماتيك السيمتوم سكور بتاعه ايه؟ اللي هو عن طريق الاهرا سكور اللي هنقوله بعد شويه، وبيعتمد على كوشنيرز عشان مش مجرد سيمتوم، سيمتومز وكواليتي اوف لايف بتاعت العيان. تالت بارامتر اللي هو السيفيرتي اوف اي اف بيردن، العيان ده الديوريشن بتاعت الاي اف ابيسودز قد ايه؟ لما بتيجي بتقعد معاه قد ايه؟ الفريكونسي بتاعها قد ايه؟ بتروح لوحدها ولا لازم ان هو يعمل انترفنشن، سواء ان هو بلينزا بوكت او بيضطر ينزل المستشفى وياخد دي سي او ياخد فارماكولوجيكال كارديوفيرجن في المستشفى؟ ده كل ده اسمه اي اف بيردن، وعلى اساسه برضو بفورميليت زي بالظبط كده لما عيان يقول لك يا دكتور دي كل فين وفين لما بتجي لي، فالموضوع مش بيضايقه فمفيش بيردن. وفي عيان يقول لك يا دكتور لا ده انا مفيش غير اسبوع بيعدي عليا غير لازم انزل المستشفى عشان اخد ادويه او اتحجز في المستشفى واخد دواء في الوريد او عشان اخد دي سي شوك، فالموضوع بالنسبه له بيردن عالي عليه. فالتوتال بيردن اسمه للتايم اوف اي اف او تايم اللي العيان بيقضيه في اي اف. واخر بارامتر اللي هو سبستريت سيفيرتي، ان انا بشوف الكوموربيديتيز بتاعت العيان والكارديو فاسكولار ريسك فاكتورز، وبيأسس حاجه اسمها الاتريال كارديوميوباثي، ان انا بشوف درجه الريموديلنج اللي حصلت في الاتريوم عن طريق الاتريسايز، الديسفانكشن الكونتراكشن بتاع الاتريوم، الفيلوسيتي بتاعت الاتريال ابندج، في فايبروزز ولا باين بالكارديك ام ار اي، عشان عن طريقه اقدر اقول ان كان العيان ده بدا يحصل عنده اتريال ريموديلنج بشكل جامد يخليني اقول ان انا بنسبه كبيره العيان ده مش هيستجيب للريذم كنترول. فالاربعه فاكتورز دول مهمين جدا في الفور اس اي اف سكيم، وبالتالي ده بيدورنا متطلب كلمه ستراكشر كاركترايزيشن اوف اي اف اللي بتشمل كلينيكال اسسمنت للستروك ريسك، سيمتوم ستاتس، بيردن اوف اي اف، ايفالويشن للسبستريت، وكل ده شود بي كونسيدرد ان اول اي اف بيشنت ذا كلاس 2 اي، عشان عن طريقه هقدر افورميليت المانجمنت اللي هيختلف من عيان لعيان. هو مش كتاب واحد او قاموس واحد هيطبق على الكل، لا هو كل عيان هيبقى ليه ظروف مختلفه على حسب الفور اس سكيم بتاعه. كلمة AF burden بنشمل بيها الـ overall time spent in atrial high rate episode أو subclinical AF during specific monitoring period عن طريق أي حاجة من monitoring device، ولو هستخدم حاجة فيها ECG يبقى أنا هقول الـ time اللي هيقعد فيه في atrial fibrillation اللي هو abscess persistent في E-wave. فبشوف عدد AF AF مقارنة بالـ monitoring time سواء 24 ساعة أو 48 ساعة. يعني من الآخر الـ AF burden بيشمل لي العيان ده بيقعد قد ايه في اتريال فيبريليشن، معدل تكرر الاي اف ابيسودز، ولما بتيجي بتقعد قد ايه، فده بيحسب لي التوتال ديوريشن بتاع الاي اف ان ا سيرتن مونيتورنج بيريود. وطبعا كلمه اي اف بيردن في الجايد لاينز مختلفه عن كلمه بيردن اوف اي اف. اي اف بيردن بتشمل لي مقدار التايم اللي العيان بيقضيه في اي اف، لكن بيردن اوف اي اف بيشمل لي الكونسيكوينسز بتاعت الاتريال فيبريليشن زي الكومبليكيشنز اللي بتحصل عنه. طبعا كل ما البيردن بتاع الاي اف بيزيد كل ما الريسك اوف ستروك بيزيد، وده منطقي، كل ما العيان بيقعد وقت اطول مفيش اورجانيز اتريال كونتراكشن ريسك اوف اتريال ثرومبوزس بيزيد، وبالتالي الريسك اوف ثرومبو امبوليزم بيزيد. وعشان كده الناس اللي عندهم persistent atrial fibrillation او كل النون paroxysmal atrial fibrillation الستروك ريسك بتاعهم بيكون اعلى من الباروكسيزمال، الباروكسيزمال اقل، ودرجه الريموديلنج دايما حتى الاتريال ريموديلنج والاتريال كارديوميوباثي بتكون اقل في العيانين الباروكسيزمال atrial fibrillation مقارنه بالنون paroxysmal atrial fibrillation. وعشان كده persistent atrial fibrillation بيبقى ليه ظروف مختلفه، ولكن في الاخر في الانتيكواجيليشن طبعا الستروك ريسك بيبقى واحد. يعني انا ما بفرقش paroxysmal من نون paroxysmal في الانتيكواجيليشن، لكن احنا theoretically according to the evidence base النون paroxysmal الريسك اوف ستروك اعلى. هنيجي دلوقتي نقطه الاي اف بروجريشن، ودي نقطه من النقط المهمه، ان طبعا العيان الفريكوينت باروكسيزمال اتريال فيبريليشن في وقت من الاوقات ممكن يبروجريس لنون باروكسيزمال اتريال فيبريليشن ويكون بيرسيستنت اتريال فيبريليشن، اللي هو بدل ما كان بيقعد ساعات او بيقعد ايام وبيفك لوحده، لا ده بيقعد اكتر من 7 ايام وما بيروحش لوحده. وده مهم لان كل ما العيان بيبروجريس للمور ادفانس تايب من الاتريال فيبريليشن، ده معناه ان في مور ادفانسد اتريال ريموديلنج. ومهم قوي يا جماعه نعرف كلمه اتريال ريموديلنج وكلمه اتريال كارديوميوباثي، لان اتريال ريموديلنج زي بالظبط الريموديلنج اللي بيحصل في ال في في حالات الهارت فيلير، هو نفس الكلام بيحصل استراكشر ريموديلنج والكتريكال ريموديلنج، وده بيساعد انه يسستين الاتريال فيبريليشن لما تحصل، وانها doesn't resolve spontaneously. وعشان كده الترمينولوجي بتاع الاتريال كارديوميوباثي اللي بنستخدمه هنا ده بقى ترمينولوجي موجود، وان العيانين اللي بيقعدوا فتره طويله في AF زي long standing persistent AF بيحصل عندهم اتريال ديسفانكشن والكونتراكشن بتبقى ضعيفه، نفس المنظر اللي بنشوفه في الايكو او في الترانسفيجيال ايكو في عينين البري بالون، لما بنلاقي ان العيانين لما نيجي نعمل لهم تي اي الاتريال كونتراكشن ضعيفه، نفس الكلام هنا الاتريال كونتراكشن بتكون اضعف كل ما الديوريشن اوف اي اف بتزيد. طبعا ايه الريسك فاكتورز اللي تساعد على البروجريشن للاتريال فيبريليشن؟
الايدج، كل ما العيان سنه كبير كل ما المعدل الريموديلنج بيكون اعلى والبروجريشن اعلى. وجود هارت فيلير، لان الهارت فيلير الفي ان داستوليك بريشر عالي وبالتالي في اتريال بريشر عالي. الهايبرتنشن سي كي دي، السي او بي دي نتيجه كرونيك هايبوكسيا اللي بيتاثر بيها الاتريوم، الدايبيتس والهايبرجلايسيميا والميتابوليك ابسيت اللي بيحصل، بريفيس ستروك، الليفت اتريال سايز كل ما بيكبر كل ما ده بيكون فاكتور اعلى وبيبقى العيان بيدخل في فيشس سايكل لمور ستراكشر ريموديلنج بيحصل في الاتريوم ومور امبيرمنت للكونتراكشن ومور اتريكارديوماباثي. وبالتالي البروجريشن بتاع العيان لبيرسيستنت او بيرمننت اي اف هو اسوشيتد ويز ادفيرس كارديوفاسكولار ايفنت هوسبيتاليزيشن ديث. هل ده ديترمينانت لادفيرس بروجنوزز؟ حتى الان ما نقدرش نقول كده، ولكن هل هو مرتبط ب مور ادفيرس ايفنتس؟ اه الكلام دوت صح، ودي نقطه هتبقى مهمه لما نيجي نتكلم عن الريثم كنترول. سكريننج فور اي اف من النقط المهمه. طبعا احنا عندنا موداليتيز كتيره للسكريننج اي اريزميا مش بس على الاي اف، يعني مش مجرد بس ان انا بحس بايديا او بحط هولتر، لا السمارت ووتش بس من الحاجات الموجوده، السمارت فونز بقت من الحاجات اللي بقت فيها ابلكيشنز تقدر تحط ايدك على الموبايل لما بيجي لك بالبيتيشن ونشوف ساعتها هل في اتريال فيبريشن ولا لا عن طريق انه بيقرا سنجل اي سي جي. في بعض الاجهزه المونيتورز اللي مخصوصه عشان خاطر تقرا الريذم في وقت البالبيتيشن، وفي حاجات تليمتري بتنقل الريذم بتاع العيان من جهاز عنده في البيت للمستشفى في كارديك انفستيجيشن يونت. فعندنا موداليتيز كتيره، وفي حاجات بتبقى باتشز بتتحط على جسم العيان، في كارديك ميمو، في النيوبوفيس ديفايس، في حاجات امبلانتبل زي اللوب ريكوردر ممكن تتحط في حالات ان العيان بيجي له ابيسودز على اللونج انترفال، فبالتالي الحاجات اللي هي الهولتر والكارديك ممكن ما تلقطهاش، احتاج حاجه تفضل قاعده كذا سنه مع العيان. فعندنا موداليتيز كتيره. فكره السكريننج بتاعت اتريال فيبريليشن مهمه جدا، لان لما انا بعمل سكريننج اتريال فيبريليشن انا كده بزود ان انا الديتكشن لعيانين الاتريال فيبريليشن، ان انا لما هلقطهم واحسب لهم الريسك في ستروك وممكن ابتدي لهم انتي كواجليشن هم ريسكي فور ستروك، العيان ده انا حميته من انه يجي الاستقبال في يوم من الايام بستروك ويبقى بيردن بسبب ان هو جاله ستروك وما تلحقش. لان الستروك اللي في الاي اف من انواع الستروك السيئه اللي بتبقى ورست بروجنوزز عن الاذر تايبس اوف ستروك. فكلمة opportunistic screening اللي هو أنا بشوف للعيانين اللي هم فوق ال 65 سنة وعندهم risk factor for developing atrial fibrillation، أنا بعمل opportunistic screening في السن ده عشان ألقط العيانين اللي عندهم atrial fibrillation، ده class 1 indication. العيانين اللي مركبين pacemakers و ICDs و loop recorders لازم ان يكون في remote او sorry regular monitoring للpacemaker عشان اتأكد ان كان بيجيله atrial heart rate episode، وعلى اساسها هبدأ ادخله في الفلو شارت اللي قلناها من شوية. مهم جدا ان العيان لما يعملوا screening ان البيشنت يبقى فاهم اهمية السكريننج دوت ايه، انه يتعمل على regular base، ان يكون في definite diagnosis عن طريق ان انا احاول اكونفيرم الكلام ده عن طريق ECG في الناس اللي هم positive بالscreening، ابقى عارف ان انا هعمل ECG عشان اقدر detect 12 لي سي جي او سنجل لي سي جي ريكوردنج اكتر من 30 ثانيه. فالحاجات ديت مهمه جدا 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 عشان ازود ديتكشن. سيستماتيك سكريننج اللي هو الروتين سكريننج اللي المفروض يتعمل في اي عيان فوق ال 75 سنه، بعمل سيستماتيك سكريننج او روتين سكريننج اللي هو من غير اي شروط انا بعمل سكريننج للعيان دول، وده بيكون كلاس 2A. فبالتالي الاي اف سكريننج من الحاجات المهمه جدا اللي المفروض تكون موجوده في اي هيلث كير سيستم في اي مكان، لان بيمنع الستروك وبيقلل انسف ستروك، بيمنع السبسيكنت اونست بتاع السيمتومز، بيمنع الالكتريكال والميكانيكال ريموديلنج بس في الاتريوم لان انت كده بتقلل من فرص حدوث اي اف بروجريشن اللي قلناه من شويه، بيقلل من الاي اف كونسيكونسز على الهيمودينامكس على السيمتومز، بيقلل الريسك اوف اتريال فينتريكولار تاكي اندوس كارديوماباثي، لان دلوقتي الاي اف بقت من الحاجات اللي بقى مرتبطه انها ممكن تعمل الفي ديسفانكشن وتعمل اتريال فيبريليشن انديوس كارديوماباثي على الليفت فنتركل، وبتقلل الموربيديتي طبعا بتاعه الاتريال فيبريليشن. ريسك ان في بعض الاوقات ممكن يحصل ميس انتربريتيشن للفايندنج الموجوده في المونيتورنج سيستم او يحصل فولس بوزيتيف ريزلتس فيؤدي لي ميس مانجمنت، طبعا دي من العيوب اللي ممكن تبقى موجوده في السكريننج سيستم تمام، وده ممكن يؤدي لبعض التريتمنت اللي ما تكونش ليها ضروره، ولكن البنفيت بيكون اكتر من الريسك، وده اللي خلى جايد لاينز تحط زي ريكومنديشن للسكريننج. هننتقل دلوقتي نقطة Diagnostic Assessment of Atrial Fibrillation. أي عيان Atrial Fibrillation في زي Standard Rules كده بتنطبق عليه في Diagnostic Evaluation زي ما قلنا في 4S Scheme، هو نفس الكلام ما اختلفش، بس الفرق هنا ان هو بيدخل more items معايا خليها علاقة بالinvestigations والكلام ده. فمثلا الهيستوري تيكينج اللي انا المفروض ان انا اعمله ان انا هشوف ايه الconcomitant condition اللي بدخله في atrial fibrillation، هل هو hypertensive، هل هو diabetic، هل هو ischemic، هل هو heart failure، هل هو عنده valvular disease، CKD، COPD، obstructive sleep apnea، dyslipidemic، هو smoker، هو alcoholic. مهم احدد الباترن بتاع الاي اف ده، مهم paroxysmal persistent long standing persistent ولا لا. مش هقول طبعا permanent غير بعد ما نكون بدأنا management عشان نقدر نقول وصلنا لبعد مراحل طويلة ان هو permanent، لكن احنا هنقول على الاقل هو paroxysmal persistent long standing.
ريسك اوف ستروك قد ايه، وده اللي هو عن طريق تشات فاسك سكور. السيمتومز بتاعته اخبارها ايه، وده اللي قلناه في نقطه السيمتوم سيفيريتي. ال 12 ليد اي سي جي الاسسمنت بتاعي شايفه ايه، شايف الهارت ريت الافريج كام، هل في اي كوندكشن ديفكت، هل في انتر انترفنتريكولار كوندكشن ديلي، هل في ساينز اوف ستراكشر هارت ديزيز. الحاجات دي كلها مهمه. ان انا اشوف اللابوراتوري بتاعته، ان انا اي عيان اتري فيبريليشن لازم هاسس ثايرويد فانكشن، كيدني فانكشن، الالكترولايتس، لان ساعات الالكترولايت ديس اوردرز بتكون هي المرتبطه بحدوث الاي اف، الفول بلاك كاونت والحاجات المهمه. ايكوكارديوجرافي طبعا طبعا مهم في اي عيان اي اف، لان انا لازم هقيم الليفت فينتريكولار سايز، ليفت فينتريكولار فانكشن، ليفت اتريوم، السايز على الاتريوم، الفانكشن بتاعته، الفالفولار ديزيز. دي من الحاجات اللي لازم اكسكلود في اي عيان اي اف، بالذات في بلد زي عندنا الروماتيك هارت ديزيز ما زال منتشر. اشوف الرايت سايد اوف ذا هارت، هل في بارما هايبرتنشن، لان ممكن البارما هايبرتنشن ببساطه يكون هو مدخل في اتريال فيبريليشن. فده المانجمنت اللي هو ككل، وطبعا ده جزء منه ال 4 اس سكيم، عشان ما حدش يتلخبط يقول هو ال 4 اس سكيم غير الكلام بتاع الستاندرد باكج هنا، لا هو 4 اس جزء منه، بس هنا هو بيتكلم على الاوفرول اللي انت كل اللي هتعمله وكل الورك اب كمان. يعني هو هنا بيضيف الورك اب اللي انت هتطلبه من العيان. نتطرق هنا لنقطه الاهرا سكيل، ما فرقتش جامد عن الجايد لاينز اللي قبل كده، برضو نفس الكلام اللي هو سكور 1، ان انا هقول نان، العيان ما فيش اي سيمتومز. 2 بيقسمها ل 2A و 2B. 2A اللي هو المايلد، اللي هي النورمال ديلي اكتيفيتي، مش متاثره التاثر الجامد بالسيمتومز، لكن ممكن لو عمل اكزرشن يعني اكتر من المعتاد بتاعه يحس بسيمتومز. 2B اللي هو النورمال ديلي اكتيفيتي نوت افكتد بسيمتومز، بس البيشنت بيحس باعراض والاعراض بدات تاثر على كواليتي اوف لايف، ولكن مش مأثره على الديلي اكتيفيتيز. كلاس 3 اللي هو زي نيها كلاس 3 كده بالظبط، ان هو النورمال ديلي اكتيفيتي بدات تبقى متاثره. كلاس 4 العين بقى ديزيبلد، مش قادر يعمل اي حاجه من غير ما يتعب، سواء بقى بالبيتيشن، فاتيج، ديزنس، ديسنيا، تشيست بين، انكزايتي. وطبعا لازم دايما اشوف تاثير ده على الكواليتي اوف لايف، مش كل العينين زي بعض، ولا حتى عشان هو اولد ايج اعتبره انه خلاص السيمتومز مش مأثره عليه، لا ممكن يكون اولد ايج وفيري اكتيف، وممكن يكون اصغر في السن بس هو العيان مش اكتيف، فالعيان مش متاثر بالاعراض. فدي نقطه مهمه في ان انا اشوف تاثيرها على الكواليتي اوف لايف. طبعا الريكومنديشنز ان انا اي عيان اتري فيبريليشن لازم ايفالويت السيمتومز بتاعته كلها، واساله على السيمتومز كلها، ما اكتفيش بس بقول له بالبيتيشن ديسنيا، لا لازم اسال على كل السيمتومز اللي وارد تحصل في الاي اف ان شاء الله، حتى الايزي فاتيجابيلتي ده احد السيمتومز بتاعت اتري فيبريليشن، عشان اقدر اشوف السيفيريتي بتاعت السيمتومز زي ما قلنا في الفور سكيم، واحطه في اهرا سكيل واضح بالنسبه لي اقدر اقارن بيه العيان في الفولو اب فيزيتس. ولازم ايفالويت السيمتومز قبل وبعد الكارديفيرجن، لان لو العيان سيمتوماتيك وانا عملت له كارديفيرجن، اهم حاجه اشوف بعد ما رجعته ساينس اختلف ولا لا، لان لو رجع ساينس والعين بدا يحس بتحسن، انا ممكن اكونسيدر اي اف ابليشن او انتي اريثميك ميديكيشن تو مينتين ساينس ريزم كجزء من ريزم كنترول. لو ما حسش باي اختلاف يبقى انا هادوبت العيان دري كنترول لو هو ريكير تو اتري فيبليشن. فانا بقى ايفالويت السيمتوم سيفيريتي، وكمان بقارن السيمتومز قبل وبعد الكارديفيرجن عشان اقدر اقول. طبعا في حاجات بريدكتورز للستروك زي ما احنا عارفين، ان كل ما الليفت اتريا سايز يكون اعلى، وجود السبونتينيوس ايكو كونتراست، ليفت اتريا ثرومبس، ريديوس ترين، الفيلوسيتي في الليفت اتريا بندج بيز اقل من 20، المورفولوجيكال باتر بتاع الليفت اتريا بندج لو نون تشيكن وينج كونفيجريشن ده في السي تي. طبعا دي حاجات من الحاجات اللي بتبريدكت الستروك، ولكن ما زلنا بنعتمد على تشارلز فاسك سكور. بالتالي لو انا عايز افاينلايز كده المانجمنت، كل عيان اي اف هاخد منه هيستوري تفصيلي يشمل السيمتومز، الباترن بتاع الاي اف، الكونكومنتنت كونديشن او ريسك فاكتور، تشارلز فاسك سكور، يشمل 12 ليد اي سي جي، يشمل ثايرويد، كيدني، الكترولايتس، يشمل ايكو. بعض العيانين هحتاج اعمل لهم امبيراتوري اي سي جي مونيتورنج عشان اشوف هو ادكولي كنترول الهارت ريت على ميديكيشنز ولا لا، ترانسفوجيال ايكو لو انا هفكر في كارديفيرجن، في بعض الماركرز اللي ممكن نحتاج نعملها، هحتاج اسس انفستيجيت فور ماي كارديو اسكيميا لو انا شاكك ان الاسكيميك هارت ديزيز كورليتد لحدوث الاتري فيبريليشن، ممكن اعمل سي تي او ام ار اي لو العيان في سسبكت ستروك او تي اي اي، لو العيان دوت ممكن في بعض الاوقات بيطلبوا ام ار اي عشان اعمل اسسمنت للاتريال سبستريت، والستراكشر فول اب بعد كده، ان بيبقى فيه زي مالتي ديسيبلينري تيم بيقدر يكوردينيت المانجمنت اللي بيحصل لعيان الاي اف. فكده احنا اتكلمنا على ال 4S diagnostic scheme للاتريال فيبريليشن، واتكلمنا عن اوفرول الورك اب اللي المفروض بيتعمل لعيان اتريال فيبريليشن، جزء مهم منه ال 4S scheme. فال 4S scheme هو عباره عن حاجه بتفكرك الاربع حاجات البيلرز الاساسيه اللي لازم تعملها في عيان اي اف، وفي الاخر هو رسم لك الفول مانجمنت او الفول بلان اللي المفروض ان انت تفورموليت لعيان جاي لك بيه اتريال فيبريليشن. طبعا كلمه انتجريتد مانجمنت كلمه مش جديده علينا، وهي بتشمل فكره ان انا لما بتكلم على المانجمنت على الاي اف، انا مش بتكلم على سيمتومز فقط، العيان عنده اعراض ولا لا، العيان ماشي انتجريشن وخلاص، لا بيشمل الستروك بريفنشن طبعا، الكنترول السيمتوم سواء ريتم او ريذم، ان انا كنترول الريسك فاكتورز، ولكن بيشمل برضو البيشنت اديوكيشن، السيلف مانجمنت، اللايف ستايل موديفيكيشن ان انا لازم اتكلم فيها مع العيان عشان اقلل من البروجريشن بتاع الاي اف، الهيلث كير اديوكيشن، السايكولوجيكال مانجمنت، ان انا اشوف في مالتي ديسيبلينري تيم، مش بس كارديولوجيست بيحاولوا ان
هم يوبتمايز المانجمنت بتاع العيان، ان انا يبقى في سيستم بيشوف العيان كومبلاينت للميديكيشن ولا لا، ان يكون في سيستم بيكوميونيكيت مع العيان بتوين الفيزيتس عشان لو حصل اي مشكله يقدر بيتواصل معاهم. فده فكره المالتي ديسيبلينري تيم، فده بيشمل كارديولوجيست، فارماسيست، جنرال براكتيشنر، اي اف نيرس، فاميلي كير. وعلى فكره وجود السبيشالست نيرس من الحاجات المهمه اللي بتبقى متواصله مع العيان ساعات اكتر من الدكتور، فبتبقى ليها دور استراتيجي في المالتي ديسيبلينري تيم. فطبعا اللانج سبيرت تيم مفيش كلام ومفيش شك انها من الحاجات المهمه، وهنلاقي فيه اكسبريشن كده اللي هو اسمه PRO. PRO اللي هو اسمه patient related outcome، ان هو انا دايما بيبقى فيه assessment للعيان ايه استجابته او ايه مدى احساسه بعد بدايه العلاج وبعد بدايه المانجمنت، هل هو حاسس بتحسن ولا لا، هل هو حاسس ان البردن اتحسن ولا لا، هل هو حاسس ان الادويه هو ما فيش مشكله معاها ولا عنده سايد افكتس، ايه كواليتي اوف لايف اخبارها ايه دلوقتي، سايكولوجيكال ويل بينج اخباره ايه. كل ده بنسميه البيشنت ريليتد اوتكم، والامباكت بتاع الاتر فيبريليشن على حياته، على الاعراض بتاعته وعلى حالته كمان. فالمالتي سيبريت تيم من الحاجات الكويسه والمهمه. كده احنا خلصنا جزء كبير من المشروع بتاع الاتر فيبريليشن. هندخل دلوقتي في كلام مور براكتيكال، وده من الكلام المهم اللي اعتقد معظمنا هنكون مستمتع بيه اكتر كمان من الجزء اللي فات. زي ما قلنا في الفور اس سكيم، في الاي بي سي باسوي او الانتجريتد اي بي سي باسوي، ودي من الحاجات اللي برضو بتسهل بدايه التريتمنت بتاع العيان. لو احنا الفور اس سكيم هو دايجنوستيك سكيم، هنا بقى هنتكلم في التريتمنت في الاي بي سي باسوي. الاي بي سي باسوي بيتكلم من ثلاث حروف: A for anticoagulation وavoid stroke، B for better symptom control، C for cardiovascular and comorbidity optimization. فالاي بي سي طبعا مقارنه بالكير العادي اللي بنديه للعيان، وجد ان هو فعلا بيبقى فيه significant reduction في الاول كوز ديس والكومبوزيت اوتكم بتاع الستروك، الميجر بليدنج، الكارديوفاسكولار ديس والايفنتس والهوستلايزيشن. فكل دوت بيفرق في المانجمنت بتاع العيان، لانه بيحسن العيان اعراضه، بيحسن كواليتي اوف لايف، وبيقلل من الكومبليكيشن. تعالوا نبدا بالانتيكواجليشن، اول نقطه مهمه جدا معانا في عيان الاتريال فيبريليشن. طبعا احنا عارفين ان النون باروكسيزمال اي اف هي اسوشيتد ويز انكريز ان ثرومبو امبوليزم كومبيرد ويز باروكسيزمال، وفهمنا ليه، عشان ده بروجريسيف فورم من الاتريال فيبريليشن نتيجه الانكريز ديوريشن. تشاس باسك سكور طبعا من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، مش هنقول ان هو الموست بيرفكت لان برضه هو مش بيغطي كل الريسك فاكتورز فور ستروك، ولكن هو مودستلي بيبريدكت الهاي ريسك بيشنت اللي محتاجين يمشي على الانتي كواجيليشن، ومين هم اللو ريسك بيشنت اللي ممكن اومت الانتي كواجيليشن ومش محتاجين اي ستروك بريفنشن تريتمنت. ولكن اوفرول طبعا لازم تكون عارفين ان الاي اف بيزود الريسك ستروك 5 فولز مقارنه بالعيانين اللي مش اي اف، والامبوليك ستروك بتحصل الاي اف بتبقى ورس بروجنوزز عن الاذر تايبس اوف ستروك. عشان كده البريفنشن ستروك مهم جدا جدا كاول نقطه في عيانين الاي اف. طبعا مش محتاجين نقعد نقول بالتفصيل، ولكن هنراجع سريعا ان تشاس باسك سكور سي ستاندينج فور كلينيكال هارت فيلير، وهنا هم زودوا كلمه الهايبرتروفيك كارديوميوباثي، رغم ان طبعا الاي اف مع الهايبرتروفيك كارديوميوباثي على طول اللي عنده فور انتي كواجيليشن، ولكن هم حرصوا ان هم يحطوها عشان خاطر ما يبقاش فيه اي مس ليدنج لاي دكتور انه لو قال اي اف مع هايبرتروفيك كارديوميوباثي ما يقول ساعتها ان هو العيان ده ممكن يكون تشاس باسك زيرو، لا، هايبرتروفيك ده ريسك فاكتور قوي لتو ثرومبو امبوليزم. هايبرتنشن تمام، او هو على انتي هايبرتنسيف ثيرابي وكنترول، وطبعا زي ما انتم شايفين كل نقطه فيها مكتوبه بالتفصيل، ممكن تقروها مع نفسكم بعد كده، ولكن هم نفس النقط هم الايج اللي هو فوق ال 65 سنه من الدي درجه، فوق ال 75 سنه بدي درجتين. الدايبيتس طبعا مهم، سواء دايبيتس تريتمنت باورا هايبوجلايسيميك بانسولين فاستنج بلاك جلوكوز اكتر من 25، ده من الريسك فاكتورز القويه جدا دي الستروك. الاس طبعا ستاندينج فور بريفيوس ستروك، تي اي اي او ثرومبو امبوليزم، ولازم نبقى واخدين بالنا يا جماعه ان كلمه اس هي ستاندينج فور ستروك، ولكن تشمل اي سيستميك امبوليزم. يعني العين ده لو جاله مثلا اكيوت لور لمب اسكيميا من اي اف قبل كده، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ان العين دوت ياخد سكور 2، مش شرط يكون ستروك. جاله ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن وكان التشخيص انها امبوليك، ده ياخد برده 2، فده مهمه قوي. الاي اف اللي جالهم انتركرينال هيموراج انكلودنج الهيموراجيك ستروك بيعتبروا برده ات هاي ريسك اوف سبسيكوينت ستروك، وبالتالي ان البيشنت دول ممكن يحتاجوا انتي كواجيليشن، عشان كده ممكن ده يتحط في الحسبان في التشاس باسك سكور. فاسكولار ديزيز، خلي بالنا ان كلمه فاسكولار ديزيز طبعا ده من الريسك فاكتورز القويه جدا، تمام. ده بيشمل ايه؟ بيشمل الانجيوغرافيكلي سيجنيفيكانت كورونري ارتري ديزيز، بريفيوس ام اي، بيشمل البريفر ارتيريال ديزيز، بل وكمان بيشمل الاورتيك بلاك. العين اللي عنده اورتيك بلاك في الديسيندينج ثوراسيك اورتا ده انديكيتور لسيجنيفيكانت فاسكولار ديزيز، وده ريسك فاكتور فور ثرومبو امبوليزم في عيانين الاي اف، تمام. فده نقطه مهمه. السكس كاتيجوري اللي هي الفيميل، هي وجود ان العينه دي فيميل هو مش ريسك فاكتور قد ما هو ريسك موديفاير. يعني لو ولد وبنت هي الاثنين مثلا عندهم 30 سنه اتريال فيبريليشن، هي سلايتلي ريسك اعلى
ان هي يجي لها اتريال فيبريليشن، ولكن في الاخر الاثنين مش هياخدوا انتي كواجليشن طالما هو السكور بتاعه زيرو والسكور بتاعها 1 بيزد على الجندر فقط. تمام؟ فعشان كده وجود الجندر فيميل ده ريسك موديفاير راذر ذان ريسك فاكتور، يعني هو ما يقارنش بالهايبرتنشن والدايبيتس وبقيه الريسك فاكتورز. الاي بي سي سكور، في اي بي سي سكور ستروك ريسك وفي اي بي سي بليدنج ريسك. الاي بي سي ستروك ريسك هو من اسمه اي بي سي ستروك، اي فور ايج، بي فور بايو ماركر زي التروبونين، الانترنال بي تايب، نايتريت بيبتايد، كروس ديفرنشيتنج فاكتور، والكلينيكال هيستوري فيما يخص الستروك او التي اي اي. طبعا الشاذ ريسك سكور اقوى وانتشر اكتر، ولازم بس نبقى عارفين الاي بي سي سكور. والاي بي سي سكور طبعا مش سكور جديد، ده سكور بقاله سنين طويله موجود، ولكن شاذ ريسك هو اللي بنعتمد عليه اكتر لانه ما بيعتمدش على باي ماركرز. يعني باي ماركرز مش حاجه موجوده في روتين براكتس عشان اقدر استخدمها لكل عيان، ولكن الشاذ ريسك سكور هو سكور اقدر اطبقه على اي عيان اتريال فيبريليشن، وكلنا بنطبقه في الاستقبال وفي العياده، فسهل في اي مكان اقدر اطبقه من غير اي انفستيجيشنز. طبعا نخلي بالنا ان الشاذ ريسك سكور هو اي نعم السكور اللي بنستخدمه، ولكن مش بيشمل كل الريسك فاكتورز. في ريسك فاكتورز اللي هي الموست كومنلي ستادد فاكتورز، دي اللي معظمها اتحط في الشاذ فاسك، ولكن في اذر فاكتورز ما اتحطتش في الشاذ فاسك سكور، وهي ريسك فور ثرومبو امبوليزم. ما بقولش ان العيان ده لازم هياخد انتي كواجليشن بناء عليها، ولكن دي هتخليه اعمل فريكوينت مونيتورنج، لان ممكن العيان ده الشاذ فاسك بتاعه يتغير، لان الشاذ فاسك هو دايناميك سكور زي السي كي دي، الاوبستراكتيف سليب ابنيا، الهايبرليبيديميا، السموكينج، في حاجات متعلقه بالايمجينج، حاجات متعلقه بالبايو ماركرز، الحاجات دي كلها تعتبر ريسك فاكتورز فور ستروك. ننتقل بقى للبليدنج ريسك. الهاسبليت سكور طبعا عارفينه، اللي هو الانكنترولد هايبرتنشن، ابنورمال اوريباتيك فانكشن 1 فور ايتش وان اوف ذم، ستروك، بليدنج هيستوري او بريدسبوزيشن، لابايل اي ان ار اللي هو العين تي تي ال تي تي ار اقل من 60 تي تي ار، يعني تايم ان ثيرابيوتيك رينج، الدرلي، دراجز او اكسسيف الكول درينكينج. دي من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، والهاسبليت سكور مهم. مهم ليه؟ هل الهاسبليت سكور مهم في ان انا اقول مش هاخد انتي كواجليشن؟ اكيد مش كده. بس قبل ما نتكلم عن هاسبليت بالتفصيل، ده الاي بي سي بليدنج سكور غير الاي بي سي ستروك سكور. هنا بيعتمد على ايج، على بايو ماركرز، على كلينيكال هيستوري. بس الاختلاف ان هنا بايو ماركرز بندخل فيها الهيموجلوبين، لان طبعا بتكلم على بليدنج، فلو العين انيميك دي حاجه بتزود البليدنج ريسك سكور، والكلينيكال هيستوري هنا مش ستروك وتي اي اي بريفيوس بليدنج. طبعا فكره الهاسبليت سكور مش ان انا هقول ان الهاسبليت لو عالي 3 مثلا او اكتر العين ده مش هياخد، ولكن فكره ان انا في حاجات انا اقدر اكنترول. الريسك فاكتورز بليدنج فيها حاجات موديفايبل، فيها حاجات بوتنشلي موديفايبل، فيها حاجات نون موديفايبل. نون موديفايبل زي ايه؟ يعني في حاجات هي بتزود البليدنج ريسك بس انا مش عارف اتحكم فيها، زي العيان سنه كبير، العيان عنده بريفيوس ميجر بليدنج، العيان عنده سيفير سي كي دي او على دياليسيس، سيفير هيباتيك ديسفانكشن كرونيك ليفر ديزيز كلاس بي او سي، مالجنسي، جاله ستروك قبل كده، دايابيتك، كوجنيتيف امبيرمنت. ده حاجات مش موديفايبل. في حاجات بوتنشلي موديفايبل زي الفريلتي، اكسس ريسك اوف فول، الانيميا، الثرومبوسايتوبينيا، الفي كي اي مانجمنت، يعني ماشي على وارفين. في حاجات اللي علاقه بان انا احسن المونيتورنج، ان انا ازود التايم اون تي تي ار، والكلام ده كله موديفايبل. بقى زي الهايبرتنشن اقدر اعمل كنترول، انتي بليتد هحاول اشورتن التايم قد ما اقدر، اكسسيف الكول انتيك يبقى انا لازم اكونت ان انا اقلل الكول، نون ادرنس اور انتي كواجليشن يبقى انا لازم اتشيك الكومبلاينس بتاع العيان، العيان بيشتغل hazardous hobbies او occupations يبقى انا لازم اقول له ان هو يافويد الحاجات اللي فيها ريسك اوف بليدنج عالي، بريدجنج ثيرابي ويز هيبرين يبقى انا ممكن افويد، الاي ان ار يبقى كنترول وما يبقاش اوفر انتي كواجليتد دي اقدر اكنترول، تي تي ار اكتر من 70 اقدر اوصل لها، ان انا اشوف ان كنت هديله في كي اي ولا اديله نواك اقدر احددها. تمام؟ فنقطه الهاسبليت سكور انه بيلفت نظري للحاجات الموديفايبل عشان اقلل الريسك اوف بليدنج. وبالتالي تذكر ان الهاي بليدنج سكور هو مش حاجه بتخليني اقول العيان ده ما ياخدش اورال انتي كواجليشن، لان النت بنفيت اورال انتي كواجليشن اكبر بكتير من الريسك اوف بليدنج. يعني الريسك اوف ستروك اسوا بكتير من الريسك اوف بليدنج. عشان كده انا مش بوقف، انا مجرد ان انا باخد بالي ايه الحاجات الموديفايبل ان انا اقدر اكنترول عشان اقلل الريسك اوف بليدنج. طب ده يجرنا، هل في حاجه اسمها ابسولوت كونترا انديكيشن اور انتي كواجليشن في عن اي اف؟ هو في حالات قليله زي في حالات الاكتيف سيريس بليدنج. طبعا انا بتكلم في حاله اكتيف بليدنج مش مجرد هاي بليدنج ريسك او هيستوري بليدنج، لا العين فاتح بليدنج اكيد مش هقدر ادي اور انتي كواجليشن لو عين اكتيف هيمالينا او هيماتيمسيس. في بعض الكوموربيديتيز اللي تمنعني ادي انتي كواجليشن زي السيفير ثرومبوسايتوبينيا لو اقل من 50، مش بتكلم على اقل من 100، لا اقل من 50 ده بيبقى فيري هاي ريسك اوف بليدنج، سيفير انيميا اندر انفستيجيشن. في حالات انا ممكن تمبري اقول انا مش هقدر ادي اور انتي كواجليشن، ولكن وانس تتصلح انا هريستارت الاور انتي كواجليشن. ولو حصل ريسنت هاي ريسك بليدنج ايفنت زي الانتيكرينيال هيموريدج ممكن استنى اتليست 2 تو 4 ويكس قبل ما ابتدي انتي كواجليشن. فبالتالي نقدر نقول ان الابسولوت كونترا انديكيشن اور انتي كواجليشن هي مش حاجات بيرمننت قد ما هي حاجات تمبري كونترا انديكيشن. وانس ان الكونترا انديكيشن ده يتشال العيان ممكن يرجع الانتي كواجليشن تو ابوليش او امينيمايز الريسك اوف ستروك.
طبعا لما بتيجي سيره الفي كي اي اللي هي الفيتامين كي انتاكونس، بيجي على بالنا طبعا الوارفين او الماريفان، اللي هو اكتر دواء انتي كواجليشن بيتاخد في مصر، مش مصر بس يعني، ممكن نقول في دول كتيره جدا في العالم ما زال الناس مقتنعه ان الوارفين امن من النواك، بسبب ان هم بيبقوا شايفين ان هو بيقدر يمونيتور الاي ان ار قدامه. فالفي كي اي من الحاجات اللي ما زال استخدامها منتشر في العالم. طبعا لازم نكون عارفين السكور دوت، وده سكور برده كان موجود من الجايد لاينز القديمه اللي هو اسمه سام تي تي ار سكور. طبعا كل واحد بيستاند فور ايه، اس بيستاند فور سكس فيميلز، ايج اقل من 60، ميديكال هيستوري اوف تو اور مور كوموربيديتيز، تريتمنت العيان ده بياخد انتر اكتنج دراجز مع الوارفرين، توباك يوز وريس لانان كوكيشن. الحاجات دي بتقول لي مين العيان اللي انا اتوقع ان هو مش هيعرف يوصل لتي تي ار اكتر من 70% لو السكور اكتر من 2، وبالتالي يفضل العيان ده من البدايه ان انا ابتدي له نوك. فعشان كده السكور ده من الحاجات المهمه انها تتحسب للعيان عشان افيفر نوك. وطبعا تو جايد لاينز واضحه، هي بتقول دايما فيرست تشويس ان انا ادي نواك قبل ما ادي وارفين طالما العيان مش مودريت او سيفير ميتر ستنوزز، مش بروستاتيك فالف، الا لو في كونترا انديكيشن للنواك او العيان ريفيوزنج النواك، سواء هو اللي ريفيوزنج لسبب ان هو مش مطمئن ليه او ان هو البيشنت عايز كانوت افورد ان يشتري النواك. تمام. وطبعا خلي بالنا لو عيان سكور اكتر من 2 وهو خلاص مضطر اديله وارفين، وده موقف احنا كلنا هنتعرض ليه كتير جدا، ان العيان مش هيقدر يشتري نواك، ساعتها لازم ابذل جهد اكبر على ان انا يبقى فيه مور انتنس فيزيتس للانتي كواجليشن كلينيك، اكونسل، اعمل فريكوينت سامبلينج للاي ان ار عشان خاطر اقلل قد ما اقدر الميديكيشنز اللي ممكن تنتراكت مع الوارفين عشان اتاكد ان العيان يكون وين انتي كواجليتد. النواك طبعا خلاص هي بدات تحتل مرتبه رهيبه في المانجمنت بتاع الاتريال فيبريليشن. عارفين طبعا الاربع ترايلز المشهوره، ريلاي ترايل في التبيجا تراند، روكت اي اف في الريفروكسبان، اريستوتل ترايل في الابيكسبان، وانجيج اي اف في الادوكسبان. طبعا كلهم showed non inferiority of the NUAC to the warfarin في prevention of stroke and systemic embolism. وطبعا كان في reduction جامد significant في stroke and systemic embolism, reduction في hemorrhagic stroke, في all cause mortality. Major bleeding كان non significant difference. تمام. ولكن كان في significant reduction كمان في الانتراكين اللي هي مش مقارنه بالوارفين، دي حاجه مهمه. مشكلته الوحيده في الجي اي تي بليدنج، ماشي، ان النواك من الحاجات اللي زود جي اي تي بليدنج ما عدا الابيكسابان، من الحاجات ان الريسك اوف جي اي تي بليدنج اقل. عشان كده لو عيان عنده ريسك اوف جي اي تي بليدنج عالي، الابيكسابان بيكون من التشويسز الكويسه. طبعا ده جدول معروف في المانجمنت بتاع النواك، بيوضح امتى بقلل الجرعه. ده بيجي تراين مثلا بقلل 110 في حاله ان السن فوق ال 80 سنه او مستخدم معاه فيرابامل او العين في انكريز بليدنج ريسك. فبالتالي مش اي عيان مثلا معدي 60 او معدي 70 اقول يلا نقلله ده بيجي تراين ل 110، لا. الريفاروكسابان نفس الكلام، ان هو لو كرياتينج اقل من 50 ببدا اقلل للجرعه ال 15 مللي جرام مثلا. الابيكسابان بقلل في وجود اثنين من الثلاثه دول، سن فوق ال 80 سنه، وزن تحت ال 60، او كرياتين اكتر من 1.5. الايدوكسابان بقلل في حدود حاله ان الكرياتين اقل من 50، بادي ويت اقل من 60، او لو بستخدم فيرابامل كينيدين او دروني نارون. وطبعا فاكرين الصوره المشهوره ديت من الجايد لاينز بتاعت الاهرف 2018 للنواك، اللي كانت بتوضح ان دلوقتي الدبيجا تراند كونترا انديكيتد لو كرياتين انكريس اقل من 30، ولكن بقيه النواك انا ممكن استخدمهم بريديوس دوزز لغايه ما اوصل الكرياتين تحت لغايه 15. لو تحت ال 15 انا ممكن ساعتها احتاج ان انا اقلل جرعه سوري يكون كونترا انديكيتد النواك. فدي صوره مهمه من الاهرا جايد لاينز. طبعا الاكتيف دبليو ستادي كانت من الستادي اللي بينت ان الدبت طبعا ليس افكتيف عن الوارفين في بريفنشن ستروك، ودي معلومه احنا مش محتاجين نعرفها يعني. هي الجايد لاينز كانت بتنفسايز على النقطه دي، ان مفيش حاجه اسمها ان عيان مش عايز ماريفان مثلا اروح امشيه على دول انتي بليتيل ثيرابي، لا، هو ليس افكتيف في البريفنشن ستروك والسيستميك امبوليزم والام اي، فبالتالي العيان ما استفادش، والسيميلر ريت اوف ميجر بليدنج يعني بليدنج ريسك ما قلش مثلا. فعشان كده مفيش حاجه اسمها ان انا اخد دول انتي بليتيل ثيرابي في العيانين دول عشان امنع الستروك في عيان اتريال فيبريليشن. الليفت اتريال ابندج اوكلوجن كان متوقع انها من الحاجات اللي في الجايد لاينز تكون مثلا بقت ستادد اكتر عشان خاطر تاخد ريكومنديشن اعلى، ولكن ما زال كل ريكومنديشنز ليها اللي هي كلاس 2 بي، ان هي may be considered للستروك بريفنشن في البيشنت عنده اي اف او عنده كونترا انديكيشن انتي كواجليشن، بسبب انها ما زال الترايلز عليها قليله. وطبعا بتظل المشكله ان طبعا العيانين دول بيحتاجوا ان هم مثلا الواتشمان لو الواتشمان ديفايس بيحتاج ان هو يمشي على اسبرين انديفينيتلي، ممكن هيحتاج يمشي على اورال انتي كواجليشن لغايه 45 يوم، الكلوبيدو جريل هيحتاج يمشي لمده 6 شهور. طبعا الموضوع بيختلف من نوع ونوع للديفايس، مثلا النوعين التانيين اللي هم الواتشمان هاي بليدنج ريسك ديفايس والهاي بليدنج ريسك والاي سي بي ما بيحتاجوش اورال انتي كواجليشن، ولكن ما زالوا بيحتاجوا اسبرين انديفينيتلي وكلوبيدو جريل 1 ل 6 شهور لغايه ما يحصل سيلينج. فما زال حتى الان الليفت اتريال ابندج اوكلوجن من الحاجات اللي ما زال مش ده ريكومنديشن عاليه في الجايد لاينز. ممكن اضطر الجا لها في حالات قليله، ولكن الايفيدنس بيز مازال مش قوي بالشكل الكافي على الليفت اتريال ابندج اوكلوجن. بالتالي في الانتي كواجليشن هما ثلاثه ستيب،
اول ستيب ان انا بايدنتيفاي لو ريسك بيشنت هو دو نوت نيد انتي ثرومبوتيك ثيرابي. ستيب 2 ان انا بدي اورو انتي كواجليشن لاي عيان السكور بتاعه واحد فيما فوق نون ستروك ريسك فاكتورز. يعني انا بتكلم مثلا في ميل العيان السكور بتاعه واحد او اكتر، تمام، او في ميل السكور بتاعها اتنين فيما اكتر، انا هبتدي اقول انا محتاج انتي كواجليشن للعيان ده، لان هو الميل اللي هبتدي من 1 سكور 1 انا كده هقول ده كلاس 2 ايه، اتنين فيما فوق هقول ده كلاس 1. ستيب 3 تشويس اوف طبعا اور انتي كواجليشن، ان واك ما زالت هي المفضله في الاختيار على الفيتامين كي انتاجونست. فبالتالي نقدر نقول ان انا من الفلو شارت ديت اللي هي بتوضح لنا العيان ان انا المفروض لو لو ريسك بيشنت انا هقول العيان ده ممكن مش هيحتاج انتي كواجليشن، ولكن لو العيان السكور بتاعه زي ما اتفقنا 2 اور مور في الميل 3 اور مور في الميل ده كلاس 1 لازم ياخد انتي كواجليشن، لو سكور 1 او سكور 2 في الفيميلز ده كلاس 2 اي. هنا هنلاقي طبعا ان الكلام مش مختلف خالص عن الجايد لاينز القديمه، وهتلاقي دايما ان دايما الجايد لاينز بتفيفر اختيار النواك ان كومباريزون للاورال انتي كواجليشن. فهتلاقوا نفس الكلام ما اختلفش كتير في العيانين دول، واهم حاجه بناكد عليها والجايد لاينز بتاكد عليها ان العيانين اللي ما عندهمش الهاسبليت بتاعهم عالي مش معنى كده انك ما تديهمش انتي كواجليشن، قد ما انت بس بتحاول ان انت قد ما تقدر ان انت لازم العيان ده تي موديفاي البليدنج ريسك فاكتورز اللي ممكن تبقى موديفايبل عشان تقلل الريسك اوف بليدنج. من النقط المهمه ان لازم العيان يا جماعه ان هو كل فتره يتعمل له ري اسسمنت لشازفاسك سكور، لان شازفاسك سكور هو دايناميك بروسس، ممكن دلوقتي العيان ده سنه كان صغير مثلا بعد فتره بعد كام سنه هيعدي ال 65 فالسكور بتاعه هيزيد، هو ما كانش نون هايبرتنسيف دلوقتي بدا يديفلوب هاي بلاد بريشر، العيان ده بعد كده اكتشفنا انه دايابيتك، العيان ده جاله تي اي ايز، الحاجات دي كلها من الحاجات المهمه، عشان كده لازم يكون في ريجولر ري اسسمنت لشازفاسك سكور. ما اكتفيش ان هو السكور بتاعه زيرو ولا السكور بتاعه 1 اقول خلاص فور ايفر العيان ده هو ده نفس السكور وما ياخدش انتي كواجليشن. فدي من النقط المهمه، والهاسبليت بنعتبره دايما 3 فيما فوق ابدا اقول ان العيان ده محتاج انتي كواجليشن. وبالتالي هنلاقي ان الجايد لاينز حددت ان البيشنت اللي هم حتى ات لو ريسك ستروك فيرست ري اسسمنت يتعمل بعد 4 6 شهور، يعني المفروض كل 6 شهور على حد اقصى العيان ده يعمل ري اسسمنت لشازفاسك سكور. الحاجات الكلاس 3 بشكل واضح ان انا ادي انتي بليتت الون سواء اسبرين لوحده او اسبرين او كلوبيدوجريل مش ريكومندد في الستروك بريفنشن، ان انا استيميت بليدنج ريسك في عدم وجود ابسولوت كونترا انديكيشن اور انتي كواجليشن ما ينفعش ان هو يخليني اشيل الاور انتي كواجليشن، ووجود كلينيكال باترن معين ما يخلينيش اقول ادي او ما اديش انتي كواجليشن، يعني باروكسيزمال بيرسيستنت لونج ستاندينج بيرسيستنت في الحالات دي كلها انا بعتمد على تشازفاسك سكور. فالانتي كواجليشن الاختلاف اللي فيه هو موضوع الهاسبليت سكور، وان هو التاكيد على ان هو مش حاجه بتمنع الانتي كواجليشن زي ما كلنا كنا عارفين. هننتقل للنقطه الثانيه في الاي بي سي الجوريثم اللي هو بيتر سيمتوم كنترول. طبعا انا بتكلم على بيتر سيمتوم كنترول بتكلم فريد فيرسس ريثم. طبعا عارفين ان الريت كنترول من الحاجات اللي كانت فيفورد جدا في الجايد لاينز، وكان في نوعين اللي هو اللينينت والستريكت. اللينينت اللي هو الهارت ريت تحت ال 110 والستريكت ان الهارت ريت تحت ال 80، يعني انا بتكلم على اتريست. اللينينت هو الحاجه الاكسبتبل ان ممكن ابدا بيها ان انا اخلي هارت ريت تحت ال 110، ولو العيان مازال سيمتوماتيك على في حاله اللينينت كنترول، او ان العيان بدا يجي له تاكي كارديو اندوس كارديوموباثي انا مش شايف تفسير الاي دي ديس فانكشن غير الاي اف، انا ساعتها محتاج انزل الهارت ريت تحت ال 80. طبعا الافيرم ترايل وريست ترايز من الترايز المشهوره بقى لها سنين طويله كانت بينت ان مفيش فرق في الكومبوزيت اوف كلينيكال ايفنت انها كلاس او هوسبيتاليزيشن ما بين الستريكت واللينينت، وده اللي خلى ان مفيش حاجه اسمها لازم كل عيان يكون ستريكت ري كنترول، لا ممكن ابدا باللينينت ولو العيان بقى كويس انا ممكن اكتفي بكده طالما العيان سيمتومز كنترول والايكو فانكشن كويسه. فهنلاقي ان هنا معظم الكلام بيتكلم على اللينينت كنترول، لو العيان سيمتوماتيك، لو العيان في ال في ديس فانكشن، او العيان اوريدي اصلا مثلا العيان ده اوريدي نون ان هو ستراكشر هارت ديزيز سكيميك او هايف بريف او حاجه من الحاجات دي، انا لازم انزل الهارت ريت ليه تحت ال 80. عيان مثلا مركب سي ار تي انا لازم انزل الهارت ريت وابقى كنترول تحت ال 80 عشان ازود نسبه الباي فينتريكولار بيسنج. فدي نقطه الريت كنترول، اذروايز ببدا افكر في الريثم كنترول. طبعا الاي في نود ابليشن والبيسنج من الحاجات اللي بنستخدمها في الادفانس ستيج. معناها ايه؟ ان انا العيان ده بركب بيس ميكر عشان خاطر اضمن ان يعمل فينتريكولار بيسنج، سواء هيكون دول شيمبر بيس ميكر عادي او سي ار تي، وبعد مثلا 4-6 اسابيع انا بدخل اكوي الاي في نود، بحيث ان انا لو العيان ده وصلت ان انا عامل ستريكت ريت كنترول والعيان مازال سيمتوماتيك وانا فشلت في الريزم كنترول بلجأ للحركه دي اللي هي بيسنج واي في نود ابليشن.
فطبعا في الناس دول في الاغلب الناس اللي هم الاولد ايج دول اللي نفشل فيهم في الكنترول، لكن في اليانجر بيشنت طبعا اكيد مش هفكر الا لو انا فشلت في الريزم كنترول، بدي اولويه دايما للريزم كنترول في اليانج ايج. لكن في الاولد ايج او الناس اللي عندهم ريسك فاكتورز فور ريكرنس اوف اي اف وبورلي كنترول بالميديكيشن بفكر في الاوبشن ده كاحد العلاجات اللي بتكنترول الهارت ريتس. طبعا بحتاج او بحدد ان كنت هركب ار في او باي في بيسنج على حسب البيشنت كاركترستكس وعلى حسب ال في فانكشن. طبعا عندنا اوبشنز كتير للري كنترول، هسيبكم انتوا تبقوا تقروها براحتكم بالدوزج بالكونترا انديكيشنز بتاعتها، لكن انا هشرح بس ايه الالجوريثم دوت. فبالنسبه للري كنترول طبعا العيانين اللي انا بشاور عليها بالمربع الاحمر دوت لو بري اكسايتد اف ده محتاج ابليشن ما ينفعوش ري كنترول لو في اي مره من المرات حصل بري اكسايتد اف. لكن انا هتكلم على ري كنترول في عيان مثلا ما عندوش ستراكشر هارت ديزيز او مجرد هايبرتنسيف او ممكن يكون عنده هيف بيف، الفيرست لاين تريتمنت هو البيتا بلوكرز او كالسيوم شانل بلوكرز، ولو العيان مش مستجيب ممكن ان انا اغير لي دواء تاني او ايجنت تاني، او ممكن حتى اب ان انا اكومباين ثلاثة مع بعض ديجوكسين مع بيتا بلوكر كاتشن بلوكر اكومباين اثنين مع بعض. تمام، ممكن دوت اصل لمرحله من المراحل ديت بروفايدد طبعا ان انا بجايد بالبلاد بريشر. لو عيان مثلا هارت فيلير انا ما عنديش اوبشن غير البيتا بلوكر والديجوكسين ما بقدرش استخدم كالسيوم شانل بلوكرز، وممكن طبعا اضيف الاميدارون في الحالات الادفانسد. وفي حالات السيفير سي او بي دي او الازمه يفضل ان انا ابعد عن البيتا بلوكر فبعتمد اكتر على الكالسيوم شانل بلوكرز والديجوكسين. اخر حل بلجأ له خالص ان هو لو العيان فشلنا في كل ده يا اما بكومباين الثري دراجز او ايفالويت فور بيس ميكر امبلانتيشن وايفي نود ابليشن. فده فيما يخص الريت كنترول. فبالتالي هنلاقي نفس الكلام هنا، وهنا بس انا هركز على المربع اللي قبل الاخير ان الايفي نود ابليشن شود بي كونسيدر تو كنترول هارت ريت ان بيشنت ان ريسبونسيف اور انتولرنت تو انتنسيف ريت اند ريذم كنترول اند نوت اليجيبل فور ريذم كنترول باي ليفت اتريال ابليشن اكسبتنج ذات ذيس بيشنت ويل بيكم بيس ميكر ديبندنت. يعني انا عيان فشلت في الريت كنترول وفشلت كمان في الريذم كنترول او هو مش اليجيبل ريت كنترول بسبب ان مثلا ليفت اتريال سيفيرلي دايليتد، ممكن ساعتها افكر في الاوبشن ده، ولكن ده مش فيسيولوجيكال تريتمنت يا جماعه، لان العيان ده هيفضل قاعد ديبندنت على البيس ميكر. مفيش حاجه اسمها ان انا اخلي عين بيس ميكر ديبندنت الا لو انا فشلت في كل الاذر لاينز اوف تريتمنت. طبعا ان انا اكومباين بيتا بلوكر مع نون دي اتش بي كاسبشن بلوكر هو مش حاجه ابسولوتلي كونترا انديكيتد، ولكن بشرط انك بتعمل مونيتورنج. ففي بعض الاوقات ممكن تضطر انك تكومباين بيتا بلوكر مع فيرابامل او مع دلتيزم، بس لازم اعمل كيرفول مونيتورنج بالهولتر اي سي جي عشان اتشيك هل الهارت ريت بينزل لدرجه ان انا فعلا ممكن يدخل في اي في بلوكس او ساينس نود ديسفانكشن فاحتاج اقلل الكرة. مش absolutely contraindicated بس you should be cautious يعني العيان ده. طيب rhythm control طبعا كلنا عارفين من زمان ان من ساعة الجايدلاينز الاخيرة ان rhythm control ما كانش ليه اي prognostic benefit او mortality benefit، وان primary indication rhythm control هو ان اقل السيمتومز واحسن quality of life، لان trials كتيرة قارنت الريت بالrhythm control ما لقيتش اي mortality benefit للrhythm control over rate. ولكن مهم جدا ان في بعض الاوقات ان انا احاول restore sinus rhythm عشان اشوف هل العيان هيتحسن ويحس باختلاف في الكواليتي اوف لايف ولا لا، حتى لو العيان اسيمتوماتيك. عشان كده ممكن ان انا اعمل ترايل اوف كارديفيرجن لعيان اتريال فيبريليشن تو ايفالويت الريسبونس ثيرابي، مهمه جدا. وطبعا زي ما قلنا ان الاي اف بروجريشن اللي بيحصل طول ما العيان بيقعد فتره اطول ده بيزود الريمودلنج، بيأثر على الكواليتي اوف لايف، بيخلي الاتريوم ده ليس امينبل تو تريتمنت، ليس امينبل تو ريتم كنترول والابليشن والكلام ده كله. فعشان كده مهم ان انا العيان ما افضلش سايبه في اتريال فيبريليشن. عشان كده الجايد لاينز قالت ان الريثم كنترول ثيرابي ما زال هو كلاس 1 فقط فور سيمتوم اند كواليتي اوف لايف امبروفمنت في السيمتوماتيك بيشنت، ولكن هذا لا يعني ان انا ادوبت ري كنترول فقط في كل العيانين وما اعملش ريثم كنترول خالص طالما العيان استجاب للريت، لان ما زال يا جماعه الاتري فيبريليشن هو باثولوجيكال اريثمي. عشان كده البراكتس اللي معظمنا كالكتروفيسيولوجيست بنعمله في مصر وبره في انجلترا برضه تو بيعملوه ان اي عيان عنده اتري فيبريليشن شخص بيه هي شود ديزيرف ا ترايل اوف كارديفيرجن، لازم تديله ترايل حتى لو اسيمتوماتيك، لان ممكن العيان يتحسن مع ساينس ريذم حتى لو اسيمتوماتيك يبدا يحس ان الكواليتي اوف لايف بتاعته بقت احسن او الفانكشن كاباسيتي بقت احسن رغم ان هو في الاول ما كانش بيشتكي. وحاجه كمان ان الاي اف هو باثولوجيكال ريذم ما ينفعش يتساب، خاصه مع الكورليشنز والاستاديز الكتيره اللي اتكلمت على ان الاي اف كورليتد مع الال في ديسفانكشن، واتكلمنا في اول محاضره عن الاي اف بروجريشن وعن الاتريال كارديوميوباثي. فاحنا بنتكلم ان العيان ده طول ما هو متساب في اي اف في ريمودلنج شغال، فانا لازم اقطع الفيشن سايكل ديت. عشان كده مفيش حاجه يا جماعه اسمها ان عيان اي اف اكتفي بالري كنترول انتي كواجليشن، لا هي شود هاف ا ترايل اوف ريذم كنترول. هكرر الترايل دي بعد كده لو فيلد ولا لا على حسب بقى الريسك فاكتورز بتاعه الريكرنس في العيان ده. فمثلا عيان اتريال فيبريليشن واسيمتوماتيك
اكسكلود ان كونشس ادابتيشن، لان ممكن في السن الكبير يكون هو ادابتد لللو فانكشن كاباسيتي، تمام. فبالتالي لو انا رجعت له ساينس ريذم بشوف الاخبار ايه، واشوف هل هو لو حصل تحسن يبقى فعلا الاتري فيبريليشن كان مؤثر على الفانكشنال كاباسيتي. لو هو عنده سيمتومز بحاول احرر السيمتومز دي كورليتد للاتري فيبريليشن ولا لا، عشان لو كورليتد يبقى انا هعمل ترايل اوف كارديفيرجن عشان اشوف السيمتومز دي اتحسنت ولا لا. بعد كده بقى في فاكتورز ببدا اقيمها، العيان ده هل هو عنده فاكتورز تخليني تشجعني ان انا اعمل ريذم كنترول، وان انا اقول لا انا عايز امينتين ساينس ريذم، انا مش عايز اسيب العيان ده في اي اف. زي ايه؟ ان العيان ده يونج، فبالتالي ما لحقش يحصل عنده ريموديلنج عنيف، وبالتالي نجاح الريذم كنترول هيكون عالي غير الاولد ايج اللي عنده ريموديلنج اكتر. ده اول مره يجيله ابيسود وفتره قصيره، والعيان بيقول ان الكلام ده بقاله مثلا 3 4 ايام، فبالتالي يستحق ريذم كنترول. العيان بدا يدخل في تاكيكارديا انديوس كارديوميوباثي، وانا ما عنديش تفسير للكارديوميوباثي غير الاتري فيبريليشن. العيان ده الليفت اتريال فوليوم اندكس بدا يبقى مثلا نورمال او مودريتلي انكريز، فهو مش السيفيرلي انكريز اللي يخليني اقول ان هو مش هيستجيب. ما عندوش كوموربيديز كتيره، ما عندوش هارت ديزيز، ما عندوش فالفولار ديزيز، مش روماتيك. ريت كنترول مش عارف اظبطه قوي، او العيان مش توليريتنج الميديكيشن. الاي اف كان فيها حاجه ترانزيانت فاكتور هو اللي عملها زي سايتوكسكوزس. البيشنت مش عايز يفضل اتري فيبريليشن وعايز ريستور ساينس ريذم، ان ده باثر على كواليتي اوف لايف. لو الفاكتورز دي موجوده، دي فاكتورز فيفرنج ان انا اقول لا انا هعمل ريذم كنترول سواء بانتي اريزميك ميديكيشن او بابليشن. لو فاكتورز دي مش موجوده، فالعيان عنده فاكتورز كتيره تخليه يقول ان هيحصل له ريكرنس او ريذم كنترول هيفشل، ممكن ساعتها اقول انا هكتفي بالريت كنترول لو العيان رد تاني اي اف ريت كنترول وانتي كواجليشن واكتفي بذلك، تمام. فالنقطه دي من النقط المهمه، عشان كده انا حرصت ان انا مش نتكلم بس على الجايد لاينز بتقول الريذم كنترول فور سيمتوماتيك بنفيت، لا لازم نبقى فاهمين يا جماعه ان الريذم كنترول مازال ليه دور مهم، والكلام ده اللي هيقرا في الفول تكست هيلاقيه مكتوب بشكل واضح. طبعا الكارديفيرجن من الحاجات المهمه اللي بتبقى فعلا اول لاين بستخدمه في ان انا اريستور ساينس ريذم واشوف العيان ده استجابته ايه، لو هو سيمتوماتيك اتحسن ولا ما اتحسنش، لو هو اسيمتوماتيك هل الفانكشن كاباسيتي فرقت ولا ما فرقتش. في فاكتور صعب بتخليني اتوقع ان هو هيريكير افتر كارديفيرجن، زي الاولد ايج، زي الفيميل سكس، زي ان هو عمل قبل كده رايز اوف كارديفيرجن وريكيرد، سي او بي دي، رينال امبيرمنت، وجود ستراكشر هارت ديزيز، الليفت اتريال فوليوم اندكس عالي، والهارت فيلير، تمام. وده يخليني احاول اكنترول الموديفايبل فاكتورز اللي تخليني احسن فرص الكارديوفيرجن. طبعا الالكترال كارديوفيرجن هو اسهل طريقه او احسن طريقه او اسرع طريقه بتحصل، بنعملها في وجود سيديشن، في وجود اكزيمتري، لازم يكون في باك اب بيسنج او اتروبين عشان لو حصل العين دخل فيه ساينس نود ديسفانكشن او سكيب ريذم، والبايفيزيك طبعا بيكون احسن، انتروبوستيريو بوزيشن احسن من انترولاترال، كل الكلام ده احنا عارفينه. الفارماكولوجيكال طبعا كارديفيرجن بدات الجايد لاينز تقول ان في بعض الاوقات ممكن العيان يرجع في وذين اقل من 48 ساعه، عشان كده بداوا يتكلموا على الووت اند ووتش استراتيجي، ان لو اي اف بقى لها 24 ساعه ممكن نسيبه ونشوف هيرد ولا لا اندر مونيتورنج، ولكن صراحه المعظم بيفيفر مازال ان العيان له كارديفيرت وما تسيبوش اي اف، ولكن دي حاجه مكتوبه في الجايد لاينز حبيت ان انا اقولها عشان تبقى بس واضحه. عندنا اوبشنز كتيره، الفليكينايد اللي هو انا ممكن استخدمه اورال اي في، في اورال تابلس من فليكينايد مقسمه في البلينزا بوكيت، الاميدارون وطبعا ده اللي بنستخدمه في مصر عشان ده المتاح، والبروبافينون اللي هو برده كلاس 1 سي زي الفليكينايد اللي انا ممكن استخدمه برده بيل ان ذا بوكيت، اللي العيان بياخد 4 اقراص اتري فيبريليشن اندر مونيتورنج لما يجي له اتري فيبريليشن لما يجي له اي اف، الفيرناكالانت اي في ميديكيشن وده الموست رابيدلي كارديفيرتنج دراج، وممكن استخدمه في المايل هارت فيوس كيميك هارت ديزيز، الدوفيتيلايد والابيوتيلايد برده احد الاوبشنز اللي ممكن تستخدمها. ما ننساش ان لو عيان بياخد كلاس 1 سي انتيريتميك زي الفليكينايد او البروبافينون لازم اديله اي في نودل بلوكينج دراج، عشان لو العيان ده دخل في فلاتر ممكن يقلب 1 تو 1 نتيجه انك لما قللت الاتري ريت بالانتي اريتميك افكت الاي في نودل كوندكشن سيت. فدلوقتي انا عيان قررت اعمل كارديوفيرجن، لو هيمودايناميكلي انستابل لازم طبعا ادخل في ايمرجنسي الكتر كارديوفيرجن، وخلي بالك من الاورال انتي كواجيليشن عشان خاطر ممكن يكون في ريسك اوف ثرومبو امبوليزم. لكن لو العيان هيمودايناميكلي ستيبل ببدا اتشيك الاورال انتي كواجيليشن ستيتس بتاعته. لو هو العيان مش ماشي على انتي كواجيليشن يبقى انا لازم استارت از سون اس بوسيبل انتي كواجيليشن. لو العيان اوريدي على ثيرابيوتيك انا ممكن ابروسيد ويز كارديوفيرجن للعيان دوت، طالما انا متاكد ان العيان اوريدي انتي كواجيليتد وادكلي انتي كواجيليتد. طيب دلوقتي انا العيان الاي اف اونست اكتر من 48 ساعه، ما ينفعش اعمل كارديوفيرجن من غير ما اعمل تي اي او امشي على ستريكت اورال انتي كواجليشن على الاقل 3 اسابيع، وبعض الاماكن بيزودوها كمان ل 4 اسابيع عشان اطمئن ليه. فلو اي اف اكتر من 48 ساعه
او اي اف من 12 ل 48 ساعه وتشاس فاسكو سكور 2 فيما فوق او 3 فيما فوق، او اي اف مع وجود بريفيس ثرومبو امبوليزم او وجود مودريت او سيفير ميتر ستونز او بروستاتيك فالف، لازم يا جماعه اعمل تي اي او ستريكت اورال انتي كوجيشن مده 3 اسابيع. ستريكت يعني ايه؟ يعني هو بياخد وارفرين لمده 3 اسابيع، انا بعمل فولو اب للاي ان ار ومتاكد انه في الثلاث مرات من 2 ل 3، او العين ستريكتلي كومبلاينت لان واكو ما وقفهمش ولا عمل ميسنج لاي جرعه منهم. هنلاحظ الاختلاف هنا ان هو خلى ال 12 ل 48 ساعه باللي عندهم تشاس فاسك عالي حطهم ان العينين دول ما نعملش سبونتينيس كارديو فيرجن على طول ونعمل لهم تي اي او اورال انتي كواجيشن 3 اسابيع. طب العيانين بقى اللي هم جايين في اول 48 ساعه، هو حدد لحالات هنعملها ايرلي كارديو فيرجن وحالات هنويت فور ديليت كارديو فيرجن، وده الجديد السنه دي في الجايد لاينز، عشان كده النقطه دي مهمه، عشان كان في ناس بتتخوف من نقطه ان انا يدوا اي اف اول 48 ساعه يدوا له دي سي. لو العيان عنده الاي اف اقل من 12 ساعه وما عندوش اي بريفيس ترومبو امبوليزم، او هي من 12 ل 48 ساعه فهو مازال في اول 48 ساعه بس عدى 12 ساعه، بس التشاس فاسك مثلا هو ميل والتشاس فاسك 0 او 1، في ميل التشاس فاسك بتاعها 0 او 1 او 2، ساعتها انا ممكن اعمل ايرلي كارديو فيرجن على طول بمبدا انتي كواجليشن، يعني اديله انتي كواجليشن هيبرين وادي دي سي شوك او فارماكولوجيكال. لكن لو العيان اقل من 12 ساعه وما عندوش سوري في يعني ويت فور ديليت كارديفيرجن، ان انا ممكن اويت فور سبونتينيوس كارديفيرجن انا في الحاله ديت لو انا شايف ان العيان اقل من 12 ساعه مفيش بريفيوس ثرومبو امبوليزم والاي اف اونست برضو اقل من 24 ساعه ولو سكور، انا ممكن اقول ان انا هستنى على سبونتينيوس كارديفيرجن. ولكن بعد 24 ساعه ما حدش يستنى لحدوث سبونتينيوس كارديفيرجن، يو شود انترفين عشان ما ندخلش ان احنا نعدي 48 ساعه ونعمل تي. فنخلي بالنا يا جماعه ان الجايد لاينز ما خلتهاش رول ثابته ان كل واحد جاي في اول 48 ساعه واحنا متاكدين يلا دي سي على طول، لا بدات تقسم 12 ل 48 ساعه وعنده هاي تشافس سكور او عيان جاله بريفيس ثرومبو امبوليزم او مايتروستنوزز اللي عندما يفضلش انك تبروسيد فور كارديو فيرجن على طول، واعتقد الجايد لاينز موضحاها. بدات الجايد لاينز تادوبت نظريه السبونتينيوس كارديو فيرجن ان العيان ده ممكن لو هو جاي في اول 24 ساعه والتشافس باسك بتاعه قليل ممكن نستنى على سبونتينيوس كارديو فيرجن. وطبعا عارفين ان العيان بعد كده لو العيان الاي اف كنا زمان بنقول اكتر من 48 ساعه وعملنا له كارديو فيرجن لازم نمشيه على اربع اسابيع انتي كواجليشن، دلوقتي خلوها اكتر من 24 ساعه، اي عيان قعد اي اف اكتر من 24 ساعه لازم يمشي على اربع اسابيع اورال انتي كواجليشن بعد الكارديو فيرجن، وبعد كده اكوردنج تشافس سكور هنحدد ان كنا نكمل ولا نوقف. ولكن لو اقل من 24 ساعه مش محتاج انتي كواجليشن بعد الكارديو فيرجن. اتمنى نكون وضحنا النقطه دي عشان دي من النقط الجديده السنه دي في الجايد لاينز فيما يتعلق بالريذم كنترول. طبعا اوبشنز من الميديكيشنز كتيره جدا، وده جدول برضو شامل الميديكيشنز بالكونترا انديكيشن، هسيبكم تقروه براحتكم. وما ننساش ان احنا بنفولو اب افتر الكارديوفيرجن عشان نشوف الافيكاسي والعيان ده هل هيفضل ساينس ريذم ولا ممكن يريكير تاني، عشان كده لازم نشوف فيه ريكيرنس ولا لا، الافيكاسي في اي سايد افكتس من الميديكيشن، في بعض الميديكيشن زي كلاس 1 سي وزي البيستوتالول لازم افولو اب الاي سي جي واشوف الكومبلكس ديوريشن، اشوف الكيو تي انترفلز بيحصل فيها اي حاجه ولا لا. تمام، فكل ده اوبشنز وده الجايد لاينز بتلخص نفس الكلام اللي قلناه خاصه فيما يتعلق بالكارديوفيرجن. وهنا هنلاقي كلاس 3 طبعا الموجوده بشكل واضح، ان لو بيشنت سيك ساينس سيندروم عنده ادينودال كوندكشن ديزيز او عنده برولونجد كيو تي انترفل، الفارماكولوجيكال ما يفضلش هنا خالص لان هو هيمبير حاجه من الحاجات ديت وهيبقى فيه برو اريزميك افكت او براديكارديا، ساعتها الجا للالكتروكارديو فيرجن يكون عندي باك اب بيسنج ومعايا اي في انت اتروبين او ايزوبرينالين. طبعا الاي اف ابليشن من الاوبشنز المعروفه جدا وتمام، ومن الحاجات اللي بتبقى ليها مور افيكاسي هاير افيكاسي مقارنه بال انتي اريثميك ميديكيشن، فالاي اف ابليشن من الحاجات المهمه سواء بالراديو فريكوانسي عن طريق السيري دي مابينج او عن طريق الكرايو ابليشن، ومهم ان انا ادسكس مع العيان نسبه الريكيرنس الكومبليكيشنز الافيكاسي عشان على اساسها العيان يقرر ان كان هو عايز يبروسيد فور ابليشن او عايز يبروسيد للانتي اريثميك ميديكيشن فقط، لان مفيش حاجه خلينا نقدر نقول ان الاي اف ابليشن هي لايف سيفنج، هي مش لايف سيفنج، هي حاجه حتى الان فور سيمبتوماتيك بنفيت وبتبقى سوبيريور للانتي اريثميك في المينتنس اوف ساينس ريذم والتايم فري انترفال من الاي اف. الانديكيشنز بتاعت الاترف اي اف ابليشن اختلفت الى حد ما عن السنه الجايد لاينز الاخيره، من حيث ان هو ما فرقش التفرقه الشديده عن الباروكسيزمال على البرزيستنت، غير كمان ان هو شال خالص فكره اللونج ستاندنج برزيستنت في الديفرنشيشن ليه هنعمل اي اف ابليشن ولا لا. فهنلاقي الجدول دوت هو بيعتمد برضو على نفس الفكره
بتاعه ان احنا نعمل ايه افابليشن ولا نعمل انتي اريتمك ميديكيشن زي اللي كانت قبل كده. ولكن في فاكتورز لازم تتراعى، ان العيان ده عنده ريسك فاكتورز فور ريكرنس ولا لا بعد الابليشن، زي الهايبرتنشن، السيدنتري لايف، الاوبستراكتيف سليب ابنيا، الكحول، الهايبرليبيديميا، السموكينج، الاوبيزيتي، والهايبرجلايكيميا. الكومبليكيشنز من الحاجات المهمه انها تتناقش مع العيان ويكون العيان عارف نسبه حدوثها، لان ممكن لوحدها تخلي العيان يوافق او يرفض على العمليه، ويبقى عارف ان السكسس ريت ممكن يكون من 75 او ممكن اقصى حاجه في اقصى تقدير 80%، يبقى ساعتها يبقى عارف ان في نسبه ريكارنس عاليه، عشان دي ممكن تخليه يقول ان انا هو يكتفي بالانتي اريتميك ميديكيشن لو هو توليريتنج الميديكيشنز. مهم جدا ان انا ريكوجنايز الكومبليكيشن، امانج، اعمل فولو اب مونيتورنج، مانج الانتي اريتميك ميديكيشن اللي بتتاخد. ومهم جدا ان انا بعد الاي اف ابليشن لازم العيان بياخد انتي كواجريشن لمده شهرين بعد الابليشن، حتى لو تشاز باسك زيرو، وبعديها اكوردنج تشاز باسك سكور. فاي عيان لازم ياخد اورال انتي كواجريشن، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. ولازم اكمل انتي اريتميك ميديكيشن من 6 شهور ل 3 من 6 اسابيع ل 3 شهور، لو من شهر ونص ل 3 شهور بيقلل الاي اف ريكرنس وبيقلل الهوستلايزيشن، لان دي بتبقى فتره بنسميها البلانكينج بيريد افتر الاي اف ابليشن. مفيش ايفيدنس قوي للبراكتس ده، عشان كده بعض الاوبريتورز مش بيعملوا كده، ولكن في معظم الاماكن بتلاقي ان ممكن الاوبريتور يقول ان انا همشي على انتي اريتميك لمده 3 شهور فولو اب للسيرفيس اي سي جي، ولكن الاساسي هو انتي كواجريشن لمده 3 شهور. دي من الحاجات المهمه جدا. طبعا ما ننساش ان الاي اف ابليشن يا جماعه من الحاجات اللي لازم ان العيان ده يكون ماشي على uninterrupted oral anticoagulation، يعني ما ينفعش العيان يدخل الا لو كان anticoagulated، حتى لو تشاز باسك زيرو لازم يكون anticoagulated لمده على الاقل 3 اسابيع، او ندخل بتي اي ونكسكلود ان العيان ده ما عندوش ثرومبس في الليفت اتريوم. الانديكيشنز هنلاقي ان الانديكيشنز محطوطه، اول انديكيشن او اقل انديكيشن اللي هو في حاله الفيلير اوف دراج ثيرابي، ان الاي اف كاثر ابليشن فور بالمي فين ايزوليشن ريكومند كاريزم كنترول افتر فيلد او انترنت كلاس 1 او كلاس 3 انتي اريزميك، عشان يحسن السيمتوم، سواء باروكسيزمال سواء بيرزيستنت، عنده ريسك فاكتور او بيرزيستنت ما عندوش ميجر ريسك فاكتورز، يعني افتر فيلير لازم كلاس 1 نعمل اي اف ابليشن. وريزم كنترول افتر 1 فيلد تريتمنت او انترنت بيتا بلوكر ثيرابي تو امبروف سيمتومز في ريكارنس في البيشنت اللي عندهم باروكسيزمال وبيرزيستنت، حطها كلاس 2 اي في الحاله ديت. فنقطه ان هو افتر فيلد ده بيبقى اعلى ريكومنديشنز. اذروايز لو هو فيرست لاين هنلاقي ان في الباروكسيزمال اي اف ايبيسودز بتكون كلاس 2 اي، في حاله البرزيستنت اي اف بتكون كلاس 2 بي كفيرست لاين، يعني مازال برده كفيرست لاين ثيرابي الباروكسيزمال بيتفوق او بياخد ليفل اوف ريكومنديشن اعلى من البرزيستنت اي اف. وطبعا في حاله ال في ديسفانكشن مهم جدا ان العيان ده لازم افيفر او اعرض عليه الاي اف ابليشن لو انا شاكك ان ال في ديسفانكشن هو نتيجه تاكي كارديا انديوسد كارديو مايوباثي. تمام، طبعا complete electrical isolation بيكون هو recommended. فكره ان الفلاتر ان انا لازم لو عنده documented flutter لازم اكوي له كيفيتر كاسبيد اسمس، اصبحت كلاس 2 بي مش كلاس 2 اي زي الاول. وطبعا مهم ان انا امانج الريسك فاكتورز بتاعت العيان. الاي اف سيرجيكال ابليشن من الحاجات اللي ساعات بتبقى ليها superiority كمان على ال انتو كارديال ابليشن، وليها نوعين اللي هي الكونكوميتنت سيرجري فور اي اف، ان انا عندي مثلا داخل يعمل ميترال فالف سيرجري ترايكاسبيد فالف، فبعمل ميز سيرجري، او ان انا بعمل لاينز ايزوليشن من الابيكارديوم على البالمري فين على ليفت اتروبوسير وول، الحاجات دي بتاعت انها تعمل الكتريكال ايزوليشن للبالمري فينز. وبنسب الفريدم من الاتريال فيبريليشن ممكن تتفوق كمان على الاندو كارديال اف الاندو كارديال ابليشن. الستاند الون سيرجري معناها ان انا هدخل سوراكوسكوبيك عشان اعمل اي اف ابليشن فقط، وده في حاله الفيلير اوف انتو كارديال ابليشن. هايبريد ان انا هستخدم الاثنين مع بعض، هستخدم كاثيتر ابليشن مع سيرجيكال ابليشن سواء في وان بروسيجر او سيريالي هستخدمهم ورا بعض. طبعا معظم الحاجات اللي هي بتعتمد على ان انا اعمل اي اف ابليشن سيرجيكال، سواء ان هو العيان ده عنده اي اف وكده كده داخل يعمل سيرجري فده بيكون كلاس 2 اي، او ان انا هعمل سوراكوسكوبك سيرجري في حاله ان البيشنت عنده سيمتوماتيك باروكسيزمال او بيرزيستنت اي اف ريفراكتوري انتي اريزميك وجرب البيركوتينيوس بس هو فشل، فساعتها بيكون كلاس 2 اي ان هو يعمل الانتي سيرجيكال ابليشن. تمام، طبعا ده بيحتاج يكون طبعا ديسيجن بتاع اكسبيرينس تيم، لان طبعا نسب النجاح بتاعتها ممكن ما تبقاش العاليه قوي، فبتحتاج تكون في هايلي كواليفايد سنترز عشان خاطر تتعمل حاجه زي دي. ريكومنديشنز فور ستروك ريسك مانجمنت، طبعا بيريكارديفيرجن مهمه جدا 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 نكون عارفينها، واحنا اتكلمنا عنها من شويه، ان البيشنت الاي اف الاندر جوينج كارديفيرجن لازم يكون الكارد نوك ريكومندد. تمام، وهما زي ما قلنا اتليست سيميلر افيكاسي او سيفتي للوارفين. الكارديوفيرجن الاي اف والفلاتر افكتيف انتي كواجليشن محتاجين لمده 3 اسابيع على الاقل بيفور كارديوفيرجن، يا اما نعمل ترانسفيرجيال ايكو. ان انا بعد الكارديوفيرجن لو كان الاي اف اكتر من 24 ساعه لازم امشي انتي كواجليشن 4 اسابيع، ذن اكوردنج لي تشاز اسك سكور.
البيشنت اللي ات ريسك اوف ستروك كونتينيو ذا اورال انتي كواجليشن ات لونج تيرم اكوردنج للونج تيرم ريسك، بغض النظر هو رجع ساينس او رد اي اف لازم يفضل ماشي طالما السكور بتاعه كده. لو لقينا ثرومبس في تي اي طبعا بنكمل 3 اسابيع، ده الكلام اللي كلنا عارفينه وما كانش فيه اي اختلاف. تمام. طبعا فكره ان الانتيكواجليشن شود بي انيشيتد اس سون اس بوسيبل بيفور افري كارديفيرجن، ده مهم يعني لازم انتي بارنترال انتيكواجليشن قبل اي كارديفيرجن. مكتوب ان الايرلي كارديفيرجن كان بي بيرفورمد من غير تي اي في البيشنت الاي اف اقل من 48 ساعه، ولكن احنا شفنا بعض الريكومنديشنز. البيشنت اللي عندهم اي اف اكتر من 24 ساعه اندرجوينج كارديفيرجن ثيرابيوتيك انتيكواجليشن شود بي كونتينيود فور ات ليست 4 ويكس افتر الكارديفيرجن ذن اكوردنج شارلاسك سكور، نفس الكلام. والبيشنت اللي عندهم اي اف ال ار من 24 ساعه بوست كارديفيرجن انتي كواجليشن ملوش اي رول، بس هو هنا محطوط ككلاس 2 بي. تمام. ما ننساش ان في الاي اف ابليشن لازم العيان اللي داخل يعمل اي اف ابليشن لازم يكون داخل على ان انتربتد انتي كواجليشن، يعني العيان ده لو على وارفن يكون الاي ان ار بتاعه متظبط على 2 ل 3، ولو العيان ماشي على نواك يكون كومبلاينت على نواك ات ليست 3 ويكس. تمام. مفيش حاجه ان عيان يدخل اعمله ترمينيشن للاورال انتي كواجليشن، لا. يعني هو حتى كاتب هنا class 1 ان for patient undergoing AF catheter ablation who have been therapeutically anticoagulated with warfarin, dabigatran, rivaroxaban او اي حاجة من نواك، performance of the ablation without oral anticoagulation interruption is recommended. فده class 1 ان احنا لازم العيان يكون anticoagulated، يا اما انك هتعمل تي، ده غير انك جوه بندي كمان heparin. ال principles of antiarrhythmic طبعا drugs ان انا reduce the AF related symptoms، the efficacy of antiarrhythmic to maintain sinus rhythm مش بنفس القوة العالية، وده اللي يخلي الابليشن يبقى favored عن الانتيارزميك medication. ال clinically significant antiarrhythmic medication ممكن تقلل rather than to eliminate the AF recurrence. لو one medication failed ممكن اجرب another one، لازم افولو اب فور ذا برو اريزميك والاكسترا كاردياك سايد افكتس. والسيفتي راذر ذان افيكاسي، السيفتي اهم بكتير في انتيارزميك efficacy، يعني لو الدواء ده هيبقى hazardous حتى لو effective انا محتاج اوقفه. تمام. طبعا دي رولز برضو للانتيارزميك ميديكيشن مش هاخد فيها كتير عشان خاطر ممكن تبقوا تقروها بعد كده، ولكن بتحدد الحاجات اللي ممكن تفولو وانت بتستخدم الانتيارزميك ميديكيشن. ودي جداول بتشرح برضو الانتيارزميك ميديكيشن اللي ممكن استخدمها في الريثم كنترول بالكونترا انديكيشن بتاعتها. تمام. يبقى طبعا الاختيار بتاع الانتيارزميك لازم ما انساش انه بيعتمد على وجود ستراكشر هارت ديزيز. ما فيش ستراكشر هارت ديزيز انا عندي اوبشنز كتير. لو في مثلا العيان سكيميك او عنده هيف بيف او سيجنيفيكانت فالفر ديزيز، انا ممكن اختصر على الاميودارون او الدرونيدارون او سوتالول. لو العيان هارت فيلير ويز ريدوس ريجكشن فراكشن، هو الاميودارون الاختيار الوحيد فور مينتنس اوف ساينس ريذم. وطبعا ما ننساش الابستريم ثيرابي ما زال يدور، ان هي من الادويه اللي هي مالهاش دايركت افكت على الاتر فيبريليشن، ولكنها بتعمل ابستريم افكت انها بتقلل من الانسيدنس والبروجريشن بتاع الاتر فيبريليشن، زي الانتي فيلير تريتمنت اللي ممكن نستخدمه في الهارت فيلير، زي الستاتنز اللي ممكن بيكون ليها بنفيت سواء كانتي انفلاماتوري او سواء كحاجات بتحسن من الريمودلنج وتقلل من الليفت اتريال بريشر. تمام. ده برضو نفس الكلام recommendations اللي هي بتتكلم على long term rhythm control وامتى نستخدم ايه وامتى ما نستخدمش ايه، وده نفس الكلام اللي هنلاقيه مكتوب قبل كده. وطبعا ما ننساش ان الانتيارثميك medication ما بتستخدمش في permanent AF يا جماعة، يعني عيان permanent AF انا ما بستخدمش antiarrhythmic for recontrol، انا بستخدم beta blocker calcium blocker for recontrol، لكن ما بنستخدمش في فليكينايد ولا بروبافينون ولا دونيدارول في permanent AF. اخر حرف في الاي بي سي سكيم اللي استخدمناه عشان احنا طولنا شويه في موضوع السيمتوم سيفيرتي هو كارديوفاسكولار ريسك فاكتور والكونكوميتنت ديزيز. طبعا الجزء دوت هو ابسط جزء فيهم، اللي هو بيعتمد على انك بتدور على ريسك فاكتورز اللي بتساعد على بروجريشن اوف اي اف وبتحاول تعملها كنترول، زي الاوبيزيتي. الاوبيزيتي من الحاجات اللي بتساعد على بروجريشن اوف اي اف وبتزود نسبه الريكرنس بعد الابليشن وبعد الكارديوفيرجن، فلازم انكورج الويت لوس في العيان دوت. الالكحول والكافيين طبعا من الريسك فاكتورز القويه لحدوث الريكرنس اوف اتريال فيبريليشن، وبالتالي الابسنس اوف الكحول من الحاجات المهمه اللي بتقلل نسبه الريكرنس للاتريال فيبريليشن. الكافيين مش بنفس القوه بتاعه الالكحول في انه يعمل، وبالتالي ما نقدرش نقول ان هو الكافيين كونسومشن بيكون بيزود، ولكن الهيفي انتيك هو اللي ممكن يزود او يزود السيمتومز بالبيتيشن اللي مش ريليتد للاف، لكن الكحول هو الاساسي. السيدنتري لايف ستايل من الحاجات المهمه اللي ممكن تزود انسف اتري فيبريليشن، فاحنا بننصح بالرجل ايروبيك اكسرسايز، ولكن نبعد عن الهيفي اكسرسايز او الهاي انتنسي اكسرسايز، لان دي زي الماراثون زي الترياثلون زي السباق لمسافات طويله او سباحه مسافات طويله، دي ممكن تزود انسف اتري فيبريليشن. يعني المودريت ايروبيك اكسرسايز العاديه زي المشي زي السايكلينج لمسافات قصيره ممكن تحسن وبتحسن تبقى ليها بروتكتيف افكت على الهارت، ولكن الانتنس اكسرسايز هتزود الريسك اوف اي اف. هايبرتنشن طبعا اكيد من الفاكتورز اللي بتساعد على حدوث الاتر فيبريليشن والبروجريشن، فلازم الاي اف هايبرتنشن يكون كنترولد. نفس الكلام ينطبق على الدايابيتس مع ستريس على ان الميتفورمين والبايجليتازون ممكن يكون فيهم لوور لونج تيرم ريسك للاي اف،
مع الدايابيتس. اوبستراكتيف سليب ابنيا طبعا من الامراض اللي بتزود الانسولين في AF، ولو عيان دوكيومنتد ان عنده اوبستراكتيف سليب ابنيا ما ينفعش افكر ان انا اعرض عليه AF ابليشن ولا حاجه من الحاجات ديت، لان هيبقى فيه فيري هاي ريسك اوف ريكورنس بعد الابليشن. وطبعا ترايلز كتيره بدات تتكلم على ان الاجريسيف ريسك فاكتور ريدكشن بروجرام اللي بيركز على الويت لوس، على التريتمنت بتاع الهايبرتنشن، دايابيتس، سموكينج سيسيشن، الكحول ابستيننس، علاج الديسليبيديميا، الحاجات دي كلها بيساعد انه بيقلل الاي اف بيردن افتر بالمي فين ابليشن. في نهايه محاضرتنا النهارده تعالوا نراجع مع بعض ايه اللي ناقشناه النهارده. ناقشنا الاي اف ديفينيشن وفهمنا الكات اوف بوينت 30 سكندز في الدايجنوز اوف اي اف، فهمنا الاترال هاي ريت ابيسود والسب كلينيكال اي اف وازاي نفرقهم عن كلينيكال اي اف وايه المانجمنت اللي المفروض نعمله لما نلاقي حاجه من حاله من حالات الاترال هاي ريت ابيسود او سب كلينيكال اي اف، فهمنا السكريننج اوف اي اف واهميته، فهمنا نظريه الاي اف بروجريشن والاترال كارديوميوباثي واللي فهمتنا ليه الريثم كنترول حتى لو ملوش بروجنوستيك بينفيت حتى الان مثبته في الترايلز ما زال من الحاجات المهمه تو ريستور ساينس ريثم لانه بيوقف او بيهولد البروجريشن، فهمنا ال 4S AF scheme كجزء من الدايجنوستيك ورك اب اللي بيتعمل في الاترال فيبريليشن، فهمنا ال 4S اللي ستاندينج فور ريسك ستروك، السيمبتوم سيفيرتي، السيفيرتي اوف AF بيردن والسبستريت، وفهمنا الانتجريتد اي بي سي باث واي في التريتمنت اوف AF اللي بيعتمد على الانتي كواجليشن، بيعتمد على البيتر سيمبتوم كنترول وعلى الكنترول اوف كارديو فاسكولار ريسك فاكتورز. شكرا جزيلا ليكم، وهيبقى في بعد كده الجزء الثاني من المحاضره اللي بيتكلم على الاي اف في السبيسيفيك سيتويشن.